بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة ضيفي النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. كنا هنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك غدا، ولكن بعد الكلام اللي هنتكلم فيه بقى خلال الفترة القادمة، بعد الجوابات اللي راحت واللي جات والكلام ده كله، تم إلغاء ومستجدات الأحداث، المباراة لن تلعب غدا، وبالتالي هنتكلم فيما سيحدث خلال الفترة القادمة. أما في الفقرة الثانية الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد أبو علي، وكلام مهم جدا. عايز أبدأ مع حضراتكم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأنا ناس كتيرة جدا بعتت لي امبارح بعد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو ازاي الأهلي ملوش دعوة؟ يا جماعة احنا ليس لنا علاقة بما يحدث. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، النادي الأهلي نادي تفكيره مؤسسي. يعني ايه؟ يعني أنا عندي شغلي واحد اتنين تلاتة، أنا هعمل واحد واتنين وتلاتة وماليش علاقة ايه اللي بيحصل الناحية التانية. وهذا هو الفرق. وعشان كده أول حاجة حصلت النهاردة بعد ما نادي الزمالك انسحب أو اعتذر، زي ما عايزين تقولوها قولوها، المهم إن النادي الأهلي فاز 2-0. أول حاجة حصلت إيه؟ عشان تعرفوا بس الفارق، وأنا في الكلام اللي بيحصل ده كله الحاجة الوحيدة اللي فارقة معايا البيان بتاع الكابتن خطيب فيما يخص جمهور النادي الأهلي. ده اللي فارق معايا أنا كإسلام. ده اللي بيوري قد إيه النادي الأهلي ده نادي كيف يفكر. لما سياسة النادي مشيت في اتجاه ان احنا محدش فينا يتكلم عن اي حاجة تخص ما يحدث من الجانب الاخر، هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفارق الكبير جدا 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 ما بين نادي بيشتغل شغل مؤسسات ونادي بيشتغل او اندية اخرى ماليش علاقة، ولكن انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي. لانه النهاردة مثلا تلقى النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسة كابتن محمود الخطيب خطابا من رابطة الأندية بيفيد بإيه؟ بعدم إقامة مباراة القمة اللي كان محدد لها بكرة الساعة 7 في ملعب استاد القاهرة. ولكن تكملة هذا الخطاب هي الأهم، اعتبار فريق النادي الأهلي فائزا 2-0، وبكده تم حسم الجدل. لأنه كان هناك أنباء كثيرة جدا على السوشيال ميديا الحقيقة خلال الساعات اللي فاتت، الناس كانت تايهة، يا ترى الماتش هيتلعب، يا ترى الماتش مش هيتلعب، طب بعد الخطاب أو بعد البيان اللي عمله نادي الزمالك إيه اللي هيحصل، لكن يا ترى الأهلي هيروح استاد القاهرة غدا ولا لأ. كده رابطة الأندية حسمت الجدل اللي كان مثار خلال الساعات اللي فاتت، وتم اعتبار النادي الأهلي فائزا بالمباراة ليحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الزحف نحو قمة الدوري الممتاز، ويرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 45 نقطة من 19 مباراة. زي ما حضراتكم شايفين ده البيان اللي نزل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي للأستاذ جمال جبر. رابطة الأندية تخطر الأهلي بالموقف الرسمي من لقاء القمة. تلقى النادي الأهلي خطابا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا لها غدا الثلاثاء في 7 مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار النادي الأهلي فائزا بالمباراة 2-0. هات الجواب اللي بعد كده يا سمير لو سمحت. لا قبل بس ما الكابتن خطيب، لان ده كلام مهم جدا، في جواب جه من رابطه الانديه. هاتوا لي الجواب ده يا شباب، لانه هو ده الخطاب اللي وجهت بيه الجهه المختصه اللي هي رابطه الانديه. وجهت ان النادي الاهلي ما تروحش بكره لان انت كسبان المباراه 2-0 اهو بالظبط كده، الى النادي الاهلي للرياضه البدنيه عناية السيد المدير التنفيذي، تحية طيبة وبعد، يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات، آملين لكم التوفيق.
بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهلي ضد الزمالك المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 على استاد القاهرة، يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها في الأسبوع 27 من مسابقة الدوري العام القسم الأول دوري نايل يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 على استاد القاهرة الساعة 7 مساء، وذلك نظرا لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة. كلام حلو، ولكن اللي بعد كده هو الأهم. أهم حاجة في هذا الخطاب هو السطر القادم: مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة 2-0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. عقيد محمد فهمي مدير إداري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. ده كان مهم جدا علشان في جدال أو جدل كبير على السوشيال ميديا فيما يخص هذا الأمر. أنا النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم امبارح، أنا ليس لي علاقة بما يحدث، والنهاردة ليس لي علاقة بما حدث، كل علاقتي بالجواب اللي جالي. الجواب اللي جالي قال لي ما تروحش بكرة، أنت عندك أو بكرة أنت كده المباراة لن تلعب وأنت كسبان 2-0. شكرا. أنا بقى هعمل إيه كنادي أهلي؟ هشوف فرقتي هتريح ولا مش هتريح. الحمد لله أخدنا يوم زيادة في الراحة، ضغط المباريات قل شوية، عندنا مباراة يوم الجمعة. تخيل حضرتك أن أنت لعبت جمعة آخر مبارياتك أمام الداخلية، ثم النهاردة كنت أو بكرة كنت هتلعب مباراة، ثم كنت هتلعب يوم الجمعة مباراة بكرة، بالضغط اللي هيبقى على ال 11 ولا ال 16 واحد اللي هيلعبوا كان هيبقى كبير جدا، وبالتالي أنت ريحت وفي نفس الوقت خدت 3 نقاط مهمة جدا 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 من نادي كبير جدا زي نادي الزمالك. 3 نقاط مهمة جدا جدا قدرت تكسبهم وتفكر فيما هو قادم. من 42 نقطة لا بقيت 45 نقطة من 19 مباراة وخلصت ماتش الزمالك، خلصته. شكرا. اللي بعده زي ما قلت لحضراتكم هنفكر في مباراة يوم الجمعة اللي جاية، مباراة مهمة جدا 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 هتكلم عنها دلوقتي. ولكن بالنسبة لي ما يفعله مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وما يخص الجمهور، جمهور النادي الأهلي، هو ده اللي بالنسبة لي الأهم والأهم. 3 نقاط هيروحوا ويجوا، ولكن مؤسسة النادي الأهلي ومجلس إدارتها المحترم برئاسة كابتن محمود الخطيب فورا فورا بعد بيان نزل بان رابطه الانديه بعتت لنا وقالت لنا ان الماتش خلاص 2-0 لصالح النادي الاهلي، البيان اللي بعده او البيان اللي بعده مباشره بيتكلم عن ايه؟ ان هو في الاول طمن جمهور النادي الاهلي وقال لهم خلاص ال3 نقاط موجودين لانه كان في جدل. البيان الثاني بعدها مباشره وراه لنا سمير الخطيب يكلف لجنه المباريات بالتواصل مع تذكرتي لتعويض جماهير النادي الاهلي. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لجنه المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركه تذكرتي للاتفاق على كيفيه تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراه القمه التي لن تقام غدا. جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابا من رابطه الانديه المحترفه يفيد بعدم اقامه المباراه المشار اليها في موعدها واعتبار النادي الأهلي فائزا باللقاء 2-0. وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير والكثير من المتاعب التواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان. آخر 3 سطور يعني مكتوبين هو ده الكلام، وهو ده الفارق اللي كنت بقوله لحضراتكم ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. أول حاجة مجلس الإدارة اتفق، كابتن خطيب اتفق على أنه هو يطمن جماهيره من خلال جواب وصل للنادي الأهلي أو مخاطبة رسمية وصلت للنادي الأهلي أن الماتش بكرة مش هيتلعب وأن أنتوا كسبانين 2-0.
قال للاستاذ جمال طمن جماهير الاهلي، طمنا جماهير الاهلي من خلال البيان الاول، ثم البيان الثاني وهو الاهم، هو ايه؟ حاجه خاصه بالجماهير، شوفوا تذكرتي هتعملوا معاها ايه؟ لانه جماهير النادي الاهلي دي هي اللي مموته نفسها، هي اللي مخليانا قاعدين، وهي اللي مخليانا ومخليه فريق النادي الاهلي في كل الالعاب، او فرق النادي الاهلي في كل الالعاب تفوز بهذه البطولات. فشوفوا هتعملوا ايه؟ وكلف لجنه الانديه بان هي تتواصل مع شركه تذكرتي او المسؤولين في شركه تذكرتي علشان يقدروا يتواصلوا معاهم ويوصلوا لاتفاق فيما سيحدث او كيفيه تعويض الجمهور اللي كان هيبقى موجود. زي ما حضراتكم عارفين المباراه كانت 15000 للاهلي و15000 للزمالك، وطبعا ال 15000 تذكره للنادي الاهلي خلاص خلصوا، وبالتالي كيفيه تعويض ال 15000 اللي اشتروهم جمهور النادي الاهلي من شركه تذكرتي. وزي ما قلت لحضراتكم الثلاث سطور الاخيره سطور رائعه تدل على ان هذا النادي اهم حاجه فيه، اهم حاجه فيه هو حضراتكم جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في كل مكان وفي كل زمان لدعم الفريق فقط لا غير. واللي امبارح الحمد لله والشكر لله ناس كتيره جدا قبل ما اطلع مع حضراتكم امبارح كانت طلعت او كانوا مستنيين الواحد هيقول ايه، ولكن لما الواحد طلع وخدنا سياسه النادي الاهلي اللي هي انا ماليش علاقه باللي بيحصل، حاجه ما تخصنيش، انا بتمرن. وعلى فكره كل ما قيل امبارح ان اللعيبه ما كانش في دماغها حاجه غير مباراه الاهلي هو حقيقه واقعه. وعايز اقول لحضراتكم ان اللعيبه كان نفسها تلعب هذه المباراه، لانه في الاخر انت بتتكلم عن افضل ديربي عربي مهما اللي يقول يقول، لكن ده افضل ديربي عربي، وكل نادي له ظروفه ماليش علاقه، ولكن اللعيبه كان نفسها تلعب، كانت عايزه تعوض ما حدث في الدور الاول. ولكن في النهايه ثلاث نقاط هامه جدا استطاع النادي الاهلي، او اضيفت ثلاثه نقاط هامه جدا في ظل المنافسه المشتعله الحقيقه خلال هذه الفتره مع نادي بيراميدز. مش عايز اتكلم كتير في هذه القصه اللي خدت اكتر من حجمها، ولكن هيتم التركيز دلوقتي وانا متاكد ان ده اللي هيحصل من جانب الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر لمواجهه فاركو. التركيز كله هيروح لمباراة يوم الجمعة المقبل، مواجهة ليست سهلة على الإطلاق. النهاردة بالمناسبة قبل ما نطلع مع حضراتكم فاركو فاز على الاتحاد السكندري بهدف مقابل شيء، والداخلية فاز على زد بهدف مقابل شيء. مباراة ليست سهلة الحقيقة، كل المباريات المقبلة للنادي الأهلي في غاية الصعوبة. مرحلة الدوري الحالية بدأت تدخل في مرحلة الجد والحسم، سواء في المربع الذهبي او التواجد في المنطقه الدافئه او منطقه الصراع على الهبوط، لانه الصراع على الهبوط دلوقتي الداخليه كسب زد، معرفش يعني مش انا معرفش ازاي، ولكن الناس كلها عماله تقول ازاي الداخليه. لا الداخليه على فكره الفتره الاخيره عامل مباريات جيده، وان هو يتغلب من النادي الاهلي في الوقت الاخير ومن قبلها برضو عامل مباريات جيده مع كابتن المدير الفني لنادي الداخليه كابتن عيد مرازيق، عامل شغل كويس مع الفرقه. فلسه الدنيا بتسخن الفترة اللي جاية، ولكن اللي بقوله هنا فيما يخص النادي الأهلي إن كل المباريات القادمة مباريات صعبة وليست سهلة. إيه بقى اللي هيحصل؟ وإيه هي القرارات اللي هتتخذ من رابطة الأندية وأعلنت وتعلن بشكل رسمي؟ ده اللي إحنا منتظرينه خلال الفترة القادمة. كده حضراتكم عرفتوا إيه اللي هيحصل. برضه مرة تانية بقول لكم انه يا جماعة خلاص ما حدش يتكلم في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك انتهى، خدت ثلاثة نقاط مباراة الزمالك، خلينا نتكلم في مباراة فاركو. وخلال الفترة القادمة أرجو من الجميع، عندنا شهر ونص صعبين جدا جدا جدا، عشان كده أرجو من الجميع ان هو يقف خلف هذا الفريق، هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحية وكل التقدير. عايز برضو استكمالا للأحداث والتغيرات المرتقبة داخل رابطة الأندية ولجنة المسابقات ولجنة الحكام، اللي أنا بقوله ده أو اللي أنا هقوله لحضراتكم ده معلومات. يعني إيه؟
يعني مش معنى ان انا اقول لحضراتكم معلومات ان انا موافق عليها، لا، ولكن هي معلومات وصلت لزملائنا وللبيت الكبير فبنطلع نتكلم فيها. بعض القرارات اللي او اللي تم اتخاذها ولكنها غير معلنه ولم تظهر للنور بشكل رسمي حتى الان. اول حاجه، تم الاتفاق ما بين رابطه الانديه واتحاد كره القدم على توجيه شكر البرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام بعد انتهاء عقده يوم كام؟ يوم 30 اغسطس. يا عم اسلام، ما انت كنت بتقول امبارح ان ده مش هيحصل. لا، انا قلت ان الناس كانت متخيله او البعض كان متخيل ان عقد بيريرا هينتهي 30/6 بعديه هيمشي. لا، هو عقده ينتهي 30 اغسطس، والحمد لله لما وضحنا هذا الامر بان للناس كلها. هو هيمشي، ولكن هيمشي او سيتم توجيه الشكر ليه يوم 30 اغسطس. وبيني وبينكم يجب ان يكون هناك تغيير في هذا الامر. ولكن المعلومه اللي عندي، عشان هم بيزعلوا مني، المعلومه اللي عندي معلومه تزعل. معلومه تزعل، ليه تزعل؟ لانه التفكير في اسناد المهمه لرئيس لجنه الحكام خلال الفتره القادمه مصري، خبير تحكيمي مصري. طالما بنقول خبير تحكيمي مصري يبقى هنتكلم في 2 أو 3 معروفين بالاسم. وبعدين المعلومات اللي جايه لنا بتقول انه بعد فشل التجربتين بالاستعانه بخبراء تحكيم اجانب اللي هم كلاتنبرج وبيريرا، وبالتالي سيتم الرجوع مره اخرى للخبراء المصريين. بالنسبه لي تجربه كلاتنبرج في وجوده على راس لجنه الحكام وجهة نظري كانت تجربة ناجحة. بريرا مش أنا لوحدي، مصر كلها شايفة أن هناك خلل واضح في منظومة التحكيم. زي ما قلت لحضراتكم امبارح، النادي الأهلي هو أول من لفت النظر لهذا الأمر. النادي الأهلي هو اللي راح قال للناس يا جماعة، أو قال لكل 17 نادي يا جماعة عندنا مشكلة في التحكيم، عبر بيان و2 و3 و10. عندنا مشكلة في الحكام الرئيسيين وحكام الفار. حدد النادي الأهلي المشكلة فين. ساعتها الناس قالت لك أيوة ده مش عارف، ده أنتوا بتقولوا كلام. لا، هذه ليست حقيقة. النادي الأهلي ينظر لمصلحته، ده ضروري جدا وطبيعي جدا، ولكن هو ينظر أيضا لمصلحة كرة القدم المصرية. النادي الأهلي يحترم الحكام المصريين وبشدة، ولكن مع كل الأخطاء اللي بتحصل، مع كل عدم المساواة ما بين الأندية وبعض، حتى لو في الظلم، لازم أقول، لازم أتكلم كنادي أهلي، لازم أقول إن أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في التحكيم وشاور عليها. النادي الأهلي شاور على الحكام أو شاور على مشكلة التحكيم من أكتر من 2 سنين. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 هذه المعلومات، وخليها في الذاكره، وهننتظر الايام القادمه ايه اللي هيحصل. هل عندنا اسماء مصريه؟ عندنا اسماء مصريه، ولكن لو هتمشي بالاحتواء وروح البروتوكول، الحاجات اللي انا دايما بتكلم فيها مع حضراتكم، لو الموضوع هيمشي بهذا الشكل، لا، نشوف هنعمل ايه بقى، لانه الموضوع هيبقى صعب جدا في ظل هذا المستوى المتردي او المستوى الصعب لمعظم الحكام. فأنا بس بقول معلومات ونخليها في دماغنا كجمهور النادي الأهلي، وننتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة. وبمناسبة لجنة الحكام، لجنة الحكام رفضت التحقيق مع أحمد الغندور ومحمود البنا أعضاء طاقم التحكيم في مباراة الزمالك والمصري اللي خسرها الزمالك وشهدت جدلا واسعا. لجنة الحكام أكدت على أن الثنائي قام بدورهما على أكمل وجه، وبالتالي لا داعي من تحويلهم للتحقيق. أيضا هناك معلومات بتشير إلى أن سيكون هناك تغيير في لجنة المسابقات خلال المرحلة القادمة، مش المرحلة دي، بعد انتهاء الدوري. كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده معلومات جايه لنا من جوه رابطه الانديه،
وبالتالي هناك قد نرى وجوه جديدة خلال المرحلة القادمة في لجنة المسابقات. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ معرفش. بداية الموسم الجديد زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما اتحاد كرة القدم المصري بعت امبارح وقال قال انه السنة اللي جاية هتبدأ في النصف الثاني من شهر 9، من شهر سبتمبر، وبالتالي هيبقى عندنا وقت من نهاية الدوري ده اللي هو في نص 8، من 15/8 ل 20/8 لغاية بداية الدوري الثاني، نشوف ايه اللي هيحصل في كل هذه الأمور، سواء في رئاسة لجنة الحكام، سواء هل سيحدث تغيير في لجنة المسابقات. اللي بالمناسبة ما عنديش أي كلام يخص هذا الأمر، لأنه في النهاية الناس لو اتكلمت هتتكلم عن اللي بيحصل أو المؤجلات اللي بتحصل مع النادي الأهلي. شيل اسم النادي الأهلي وحط اسم أي نادي تاني، هل المؤجلات ما كانتش هتحصل؟ كانت هتحصل وكانت هيبقى في مؤجلات. شيل بس اسم النادي الأهلي، الناس هتستريح، أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي هيستريحوا لما نتكلم بهذا الشكل. عموما خلينا نطلع فاصل ونروح لتقرير في جولة الأخبار المحلية والعالمية المعتادة مع البيت الكبير، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني في ضيافة البيت الكبير. تلقى النادي الأهلي خطابا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا لها غدا الثلاثاء في 7 مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2-0. كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي اتحاد جدة السعودي يجهز 20 مليون دولار من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية. تألق رحيمي خلال الفترة الأخيرة دفع الأندية السعودية للتفاوض معه بعدما قاد العين الإماراتي للتتويج بدور أبطال آسيا للموسم المنتهي. أكدت تقارير صحفية أن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة في طريقه لخوض تجربة تدريبية جديدة مع شباب بلوزداد الجزائري، خاصة أن هناك تفاوضات متقدمة مع إدارة النادي من أجل تسلم المهمة التدريبية للموسم المقبل، خاصة أن الفريق الذي حل في المركز الثاني بالدوري الجزائري سيظهر في دوري أبطال إفريقيا. حقق مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا رقما قياسيا بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة أمم أوروبا بعد خوضه المباراة رقم 18، ليتفوق على الإيطالي جيان لويجي بوفون الذي لعب 17 مباراة. ويشارك نوير في بطولة أوروبا للمرة الرابعة في مسيرته، كما حافظت ألمانيا على سجلها الخالي من الهزيمة أمام سويسرا في مباراة رسمية لأكثر من 80 عاما. اقترب جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا من رقم قياسي يحمله كريستيانو رونالدو وأندريس إنيستا في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد التعادل بهدف أمام ألمانيا صاحبة الأرض والضيافة في يورو 2024، ونال جائزة رجل المباراة في بطولة أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته، وبفارق مرة وحيدة عن البرتغالي رونالدو وإنيستا لاعب إسبانيا السابق. أكد الاتحاد المجري لكرة القدم أن حالة لاعب بارناباس فارجا مستقرة بعد إصابته في مباراة المجر واسكتلندا ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة أوروبا. وتعرض بارناباس لحادث خطير ذكر الجميع بمشهد حادثة كريستيان إريكسن المأساوية لاعب منتخب الدنمارك في كأس أمم أوروبا 2020، وأوقفت هذه الحادثة والاصطدام قلوب كل من كان في ملعب MHB أرينا في شتوتغارت الألمانية، حيث تدخلت فرقة الإسعاف وتوقفت المباراة لعدة دقائق من أجل إنقاذ اللاعب الذي بقي على الأرض دون حركة. تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية باقتراب انتقال ميكايال أوليس من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ الألماني، وبعد تلقي الصدمة تحول اهتمام الإدارة إلى نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا ووضعه كخيار أول لدعم الهجوم في الميركاتو الصيفي، كما يعد ويليامز أيضا هدفا رئيسيا لبرشلونة لدعم مركز الجناح الأيسر في الموسم الجديد.
توجه نادي إشبيلية الإسباني بالشكر إلى مدافعي المخضرم سيرخيو راموس على التزامه والتفاني الذي أظهره هذا الموسم، متمنين له حظا سعيدا في التحدي الاحترافي المقبل، وذلك بعد إبلاغ راموس إدارة النادي الأندلسي مغادرته صفوف الفريق الأندلسي، وأنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل بعدما حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي تأسس فيه كروية واكتسب فيه مكانته الدولية. أكمل ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وقائده التاريخي عامه 37 اليوم في ظل مسيرة متواصلة من الإنجازات التي لا تنتهي، وحفر ميسي على مدار مشواره في ملاعب كرة القدم تاريخا خاصا مزينا بباقة من الأرقام القياسية التي جعلته أحد الأساطير التي مرت على الساحرة المستديرة على مر العصور. ويشارك قائد الأرجنتين حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمو؟ كابتن إسلام عامل ايه يا كابتن؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. كابتن جاي مجهز نفسك النهارده عشان نتكلم بقى في الماتش الاهلي والزمالك، اهو الاهلي ريح وخد ثلاث نقاط والدنيا لطيفه. كنت جاي ومحضر للماتش وبنتكلم كتير قوي عن ماتش الاهلي والزمالك طبعاً وحاجه. طبعا ماتش الاهلي والزمالك ماتشات حلوه. طبعا كانت ليله لعبت كام ماتش الاهلي والزمالك يا عمرو؟ لعبت حوالي اربع خمس ماتشات والحمد لله اربعه او الخمسه كسبتهم الحمد لله. وكان منهم نهائي الكاس والحمد لله كسبنا وخدنا الكاس. كان 1-0 وخدنا نهائي الكاس وكان ساعتها الفتره الاخيره بتاع كابتن حفيظ كان بيبطل هو كابتن نادي خشب يعني. فالفتره دي كنت موجود معاهم والحمد لله كان حظي حلو جدا، حتى وانا بلعب في الناشئين كل ماتشات الاهلي والزمالك الحمد لله كنا بنكسبها. كنا كعبين عالي جدا. هي في النهايه ماتشات يعني ماتشات كبيره جدا طبعاً. الديربي الافضل والديربي الاهم وكل حاجه، ولكن كل نادي بقى بيفكر من وجهه نظره. على الجانب الاخر بالنسبه لي ثلاث نقاط مهمة أضافها النادي الأهلي لرصيده خلال هذه الفترة. ثلاث نقاط وصلت النادي الأهلي من النقطة 42 للنقطة 45، أعتقد ثلاث نقاط مهمة في وقت مهم وفي نفس الوقت راحة. طبعا بص يا كابتن، هو عدم اللعب ماتش بكره طبعا كان ماتش ديربي كويس جدا والوطن العربي كله بيتفرج على الماتش وحاجة ميزة جدا، بس بالنسبه للنادي الاهلي ثلاث نقط مهمين جدا النادي الاهلي خدهم، ثلاث نقط الحمد لله حسمناهم خلاص بقينا 45 نقطه. الاهم من كده اللي كل ثلاث ايام ماتش يا كابتن اسلام، وعندنا حوالي اكتر من 10 او 12 ماتش ورا بعض كل ثلاث ايام ماتش، فده ضغط عصبي وضغط بدني على اللعيبه، فماتش زي ده يديك راحه اكتر، يديك تمرين اكتر، يديك تركيز اكتر، يخلي اللعيبه تعمل استشفاء اكتر، اللعيبه اللي كانت مصابه ترجع. يعني اليوم في الماتشات دي بتفرق عند اللعيبه، الريكفري بيفرق، اليوم 21 ساعه بتفرق، فلما يبقى حاجه زي كده الاهلي يحضر نفسه بقى للماتشات الجايه، عنده اكتر من اربع ماتشات ورا بعض في حوالي 12 يوم، عنده فاركو، عنده الداخليه، عنده طلائع الجيش، هيلعب تاني طلائع الجيش وبعد كده يخش على بيراميدز، فماتشات مهمه قوي الخمس ست ماتشات دول، فالاهلي يبقى داخل باريحيه، داخل وهو عنده 45 نقطه، داخل واخد فتره راحه، اخر ماتش كان من اربع ايام، فدي ميزه ميزات الاهلي في تاجيل الماتش او الاهلي ما لعبش ماتش الزمالك، ميزات كتير قوي يا كابتن اسلام. فانا شايف حتى اللعيبه حتى بغض النظر عن الماتش، اللعيبه كانت مركزه جدا، مستر كولر كان مركز جدا، حتى انا علاقتي باللعيبه قريبه جدا، كل اللعيبه كنت بكلمها امبارح ما لهمش حاجه غير الماتش هيتلعب، نفسهم الماتش يتلعب الحقيقه جدا يعني. انا كنت لسه مكلم قفشه من شويه بصراحه، كان مركز جدا في الماتش وكان نفسه يلعب في الماتش، وكان كل اللعيبه بصراحه يعني عمرو السولاي كل اللعيبه كنت بكلمها بصراحه، اللعيبه كلها مركزه، هدفهم واحد بس اللي هم عايزين يكسبوا لو كان الزمالك لعبوا بكره، حتى غير كده هدفهم الماتشات اللي بعد كده هم حاطين في دماغهم، هم الخمس ست ماتشات الجايين مفيش غير المكسب، حاطين في دماغهم الفتره الجايه بالدوري موسم 2023 2024 يبقى ان شاء الله بتاع النادي الاهلي مش بتاع اي حد تاني. فاللعيبه بصراحه كانت مركزه بغض النظر على الماتش اتلعب او ما اتلعبش، فانا شايف اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي حاجه مفيده جدا، النادي الاهلي ما لعبش بكره بسبب الراحه بسبب كتر الماتشات يعني. بس ضغط المباريات بيخليك تفكر او التفكير الدائم يبقى في التدوير، تدوير اللاعبين، النهارده عمرو بكره اسلام بعده محمد في طبعًا. كل المباريات طبعًا. الماتش ده هيفرق او راحه اللاعبين بكره هتفرق؟ يفرق بنسبه 100%.
اللعيبه كتر الماتشات كل 3 ايام ماتش يا كابتن اسلام، ال 24 ساعه بتفرق مع اللعيب، يعني ممكن مثلا ماتش هتلعبه الاربع هيتاجل يوم واحد، بيفرق جدا استشفاء، بيفرق جدا، واحد عنده شد، واحد عنده حاجه في رجليه، واحد عنده حاجه في جسمه، اليوم الواحد ده بيفرق. التمرين، الراحه، ال 24 ساعه في الماتشات ده كابتن اسلام بتفرق. وكمان مستر كولر بصراحه الماتشات اللي فاتت عامل روتيشن عشان هو مركز جدا. انت عندك 30 لعيب نجم، 30 لعيب في النادي الاهلي، كلهم نجوم، كلهم لعيبه مختلفه، كلهم عندهم اكشن، كلهم مختلفين المفروض يعني. حط اي حد، طبعا اللعيبه كلها كبيره، بيحط اي حد في الفتره دي كل هدفه وكل تركيزه الثلاث نقط. يعني حتى الاداء لو مش احسن حاجه، هو كل اللي بياخد ثلاث نقط عشان عايز يركز يعدي بيراميدز او يعدي الاولاني. الخمس ست سبع ماتشات الجايين دول هيفرقوا مع النادي الاهلي بحاجه اساسيه جدا. وكمان يا كابتن اسلام الماتش بيجيب ماتش، مكسب بيجيب مكسب، والنادي الاهلي متعود على الضغط ده، والنادي الاهلي متعود اللي طول الوقت كل ثلاث ايام ماتش. فانا شايف الماتش ده اللي هو ما تلعبش ده فايده للنادي الاهلي اللي هو ياخد راحه اكتر، يعني راحة أكتر وبالتالي تركيز أكبر في المباريات القادمة. نروح لمباراة فاركو. فاركو من الفرق اللي ابتدت، أو هي الحقيقة بقالهم فترة يمكن نتائجهم لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، ولكن أدائهم جيد، ولكن النهاردة فازوا على الاتحاد السكندري وكانت مباراة بثلاثة نقاط. اتفرجت انا على الماتش النهارده كابتن اسلام. فرقه فاركو عندها دوافع اكتر من الاتحاد السكندري. فرقه فاركو عارفين اللي هم في حته مش في احسن حاجه في اول ثلاثه من تحت طبعا. النهارده خلي بالك لانه كمان البنك الاهلي كسب البلديه، كسب البلديه 5-0 وبالتالي بقى 27 نقطه، والنهارده فاركو بقى 25 نقطه، فالمنافسه تحت بقت صعبه جدا. فاركو النهارده الدافع كان عنده اكتر بصراحه. اللعيبه بقى لها 3 4 ماتشات كان بيبقى عندهم سوء توفيق، بس اللعيبه كانت بتبقى مركزه. انا شايف الماتش الاهلي وفاركو ماتش هيبقى رخم، هو مش هيبقى صعب بس هو هيبقى رخم. لعيبه النادي الاهلي لو مركزه 100%، اللعيبه بتنفذ اللي مستر كول قال عليه، التفاصيل الصغيره، اللعيبه، التكتيك، طريقه اللعب، لا الاهلي ممكن يكسب ان شاء الله اكتر من واحد واثنين ان شاء الله باذن الله، ويتواصل مكسب بيجيب مكسب ان شاء الله باذن الله. بيقولوا لي دلوقتي كمان احمد كشري مسك بلديه المحله، وكابتن طارق العشري قدم استقالته من نادي الاتحاد السكندري وتم الموافقه عليها، وغرامه على كل اللاعبين في نادي الاتحاد السكندري 150 الف جنيه بعد الهزيمه من فاركو. فوز فاركو على الاتحاد السكندري هيديهم دفعه قويه جدا طبعا جدا. طبعا طبعا طبعا، بس هم برضه عاملين حساب النادي الاهلي. النادي الاهلي هو بطل الدوري، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه مختلفه، مليون في الميه عاملين حساب النادي الاهلي، مليون في الميه اكيد مش هيهاجموا قدام النادي الاهلي، هيلعبوا دفاعيا. بس هو الاهم من لعيبه النادي الاهلي هي اللي تبقى مركزه كابتن اسلام، لعيبه النادي الاهلي هي اللي تاخد الاكشن، لعيبه النادي الاهلي هي اللي عايزه تكسب الثلاث نقط، لعيبه النادي الاهلي عايزه توصل المكسب عشان بدل من 45 تبقى 48، بعد كده يلعبوا الداخليه. فالماتش ده كابتن اسلام بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى عنده راحة أكتر، ما لعبش ماتش بكرة هيبقى عنده راحة أكتر، فهينزل يبقى اللعيبة تبقى مركزة 100%، اللعيبة التكتيك بتاع مستر كولر هيعمله. هيلعب إزاي؟ يعني أنت من وجهة نظرك كيف سيلعب كولر في هذه المباراة؟ خصوصًا بعده هو إدى إمبارح راحة للاعبين من التمرين، النهارده بدأ التمرين، بكرة كانت المفروض من المفترض المباراة. هو مستر كولر مش هيغير طريقة اللعب، هو بيلعب 4-3-3، مش هيغير طريقة اللعب. والماتش بتاع فاركو هيلعب اللعيبه الاساسيه اللي كانت هتلعب ماتش الزمالك، اللعيبه كلها اللي كانت موجوده، اللعيبه اللي كانت هتبدا ماتش الزمالك. مستر كولر مش هيغير حاجه، هي نفس التشكيله، هي نفس الحماس، التفاصيل اللي هيلعب بيها. الشناوي هيلعب، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني، مروان، امام عاشور. بس ممكن يكون برضه حتى في اطار التدوير اللي بيعمله برضو يا عمرو محتاجينه جدا، بس ماتش حتى في ظل ان انت خدت اجازه من او يعني ماتش بكره مش هتلعب. اسلام ممكن تدوير لو كل ثلاث ايام ماتش، انت خلاص خدت راحه، انت مع بال ماتش فاركو يجي بقى لك اسبوع، فاللعيبه تبقى واخده الاستشفاء بتاعها كويس جدا، فهيلعب بنفس التشكيل اللي كان هيلعب بيه ماتش الزمالك. وكمان مستر كولر لو لعب الماتش ولقى النتيجه ان شاء الله الشوط الاولاني او الثاني النتيجه 1 أو 2، ممكن يريح بعض اللعيبه زي ما بيعمل، زي ما عمل الماتشات اللي فاتت لما بيكسب 1 أو 2 بيريح. الماتش الداخليه رايح الشناوي، رايح مروان، رايح عبد المنعم، رايح اللعيبه دي كلها. فهو الماتشات اللي جايه دي هتحدد يا كابتن اسلام اللعيبه اللي هتريح شويه. بس انا واثق ماتش فاركو مستر كولر هيدي مسج للعيبه اللي هو مركز 100%، اللعيبه الاساسيه هتلعب،
الماتش فاركو حسب بقى اللعيب نفسه هو قادر يلعب 90 دقيقه او يلعب 80 دقيقه. ده بس الكوره بيبقى عارف الترتيبات دي. فانا شايف الاربع خمس ماتشات دول اللعيبه كلها يعني التدوير هيدور على اللعيبه كلها، اللعيبه كلها مركزه. كابتن اسلام حتى قرب الفتره اللي فاتت ما لعبش، بيلعب بيجيب جول بيجيب الثاني، تحس اللعيب اللي هو لعيب مختلف، فيرود مختلف. اي لعيب احمد عبد القادر بيبقى موجود بقاله فتره ما بيلعبش، راجع من اصابه برده عنده اكشن، ولعيب لعيب مهاري، لعيب كويس جدا. كل اللعيبه اللي لعبت، محمد مجدي قفشه الماتش اللي فات بقاله كتير ما بيبداش، يا كابتن اسلام الماتش اللي فات جاب جون عالمي وعمل ماتش جميل جدا قفشه. فاللعيبه كلها الاحتياطي وبتلعب، لا باين قوي مركزين، باين قوي هم مركزين في التفاصيل الصغيره، باين قوي هم مركزين في التمرين. حتى الغاء مباراه بكره او المباراة أو عدم اللعب في مباراة بكرة، هل هياخد من دماغ اللعيبة شوية؟ ما أظنش كابتن، بالعكس. أصل الناس يعني أنا بسأل أسئلة الناس. لعيبة بروفيشنال، بالعكس لعيب بروفيشنال خلاص. هو كان نفسه يلعب ماتش، خد بالك كابتن، اللعيبة الكبيرة في النادي الأهلي تتمنى تلعب ماتش زي ده. يعني ممكن تكون العكس، ممكن تكون لعيبة زعلانة إن هي ماتش زي ده ماتش تصيط، لعيبة متعودة على كده، الجمهور بتاع النادي الأهلي هيكون مالي الاستاد، يوم جميل بالنسبة للعيبة النادي الأهلي وبالنسبة للنادي الأهلي متعود على حاجة زي كده. يعني واحد من الناس زعلان جدا الماتش بتاع بكرة مش هيتلعب، كابتن اسلام ماتش حلو جدا. خد بالك كابتن، لعيبة النادي الأهلي بتبان في الماتشات التقيلة، بيبان في الماتشات الكبيره، لعيبه عندها شخصيه، لعيبه تحب تجيب بطولات، بتحب تعمل رصيد. بدل ما تكسب نادي الزمالك خمس مرات يكسب سته، كل لعيب يقول لك انا بعد ما يبطل يقول لك انا كسبت نادي الزمالك خمسه وست سبعه ثمان مرات. فانا شايف الماتش بتاع بكره ده يعني لو سالت اللعيبه كابتن اسلام تلاقي اللعيبه كلها زعلانه، بس برضه ده لعيب بروفيشنال، لعيب مركز، لعيب عايز يكسب. لعبت ما لعبتش مش مشكله، خلاص تمام اللعيبه تريح، الماتش اللي بعديه يبقى مركز 100% بتاعته. هو كمان اللعيبه كابتن اسلام مش بص على ماتش الزمالك بس، هم باصين على الدوري. فهدفهم الخمس ست سبع ماتشات الجايين يعني، فده خلاص ماتش كانه كسبوه في الاربع الاربع ماتشات التانيين، ان شاء الله نكسبهم ونحقق اكبر استفاده من الماتشات والمكسب ان شاء الله باذن الله. الفرق اللي زي فاركو اللي هي بتنافس او بتلعب على صراع الهبوط مش عايزين يهبطوا، عايزين يكملوا، واخدين دفعه معنويه كبيره ان هو يكسب نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري. حصلت فيه كمان بعد هزيمتهم او بعد هزيمه الاتحاد وفوز فاركو حصلت بعض الامور في نادي الاتحاد، وبالتالي معنويات كبيره لنادي فاركو. الطريقه اللي بيلعب بيها نادي فاركو مش من الطرق المحببه قوي لكولر، يعني ان انت لان نادي فاركو اللي متابع لنادي فاركو، نادي فاركو بيلعب على قفل الهجمات المرتده او قفل السبيسز او الفراغات اللي موجوده عند المساحات كلها بيبقى قافلها بالظبط يعني. كده وبالتالي هيبقى عنده مشكله كبيره جدا النادي الاهلي في هذا الامر. كيف يستطيع النادي الاهلي ان يتغلب؟ بص يا كابتن، هو مش فاركو بس، هي 80% من الدوري المصري بيجي يلعب فاركو بيعملها. خلي بالك فاركو بيعملها اصعب، وعنده لعيبه بتعمل التحول الهجمات المرتده طبعا، وعنده لعيبه مميزه ولعيبه سريعه. بس النادي الاهلي متعود على كده كابتن اسلام، النادي الاهلي متعود على اللعيبه اللي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي تبقى طبعا قافلين قافلين التفاصيل الصغيره، ماسكين اللعيبه مان تو مان. بس النادي الاهلي طبعا متعود، فعنده مفتاح لعب كتير جدا، عنده كريم فؤاد ناحيه الشمال، عنده محمد هاني، عنده امام عاشور بيشوط بيمينه وبشماله، عنده محمد أجدي قفشه لو لعب 10، عنده بيرستاو لو رجع، عنده حسين الشحات، عنده احمد عبد القادر، عنده كهربا، عنده حلول يا كابتن. عنده حلول. وكمان النادي الاهلي بيستغل اي تفاصيله صغيره، النادي الاهلي كل لعيبه مركزه كابتن اسلام، تحس ان هو جاي مركز عايز يكسب. هدفه المكسب. يعني اي فرصه عايز يجيبها جون، اللعيبه كلها التفاصيل الصغيره بتاعه الفرقه، لعيبه تلاقي لعيبه مركزه جدا، كورسات كتير، شوط كتير، اكيد هم اتحطوا في المواقف دي كتير جدا. مستر كولر اتفرج على فاركو مره واثنين وثلاثه، فاللعيبه بتلعب على اخطاء المنافسين، بيلعبوا على الاكشن بتاعهم، واحد ضد واحد، ضربه جزاء، بيروح بيشوط، بيعمل ضغط على فرقه فاركو. فاكيد فرقه فاركو طول الضغط عليها 90 دقيقه هيغلط مره واثنين وثلاثه، فالاهلي بيستغل النقاط الضعف بتاعه فاركو وبيلعب عليها وبيجيب جون واثنين وثلاثه. احنا شفنا فتره فاتت كده يعني، فالاهلي متعود على كده. عوده وسام ابو علي من الاصابه، اصابه طويله شويه مع المنتخب الفلسطيني، عودته اعتقد هيبقى ليها دور ايجابي جيد داخل تشكيل النادي الاهلي، سواء لعب من البدايه او كان موجود في الفرقه. بص يا كابتن اسلام، وسام من اللعيبه اللي انا بحبها، لعيب ستايل سترايكر، لعيب ستايل كبير، لعيب ستايل لعيب كبير يا كابتن اسلام، لعيب بيعرف يجيب جوان، لعيب بيعرف يساعد زمايله، لعيب بيعرف بهيدرز كويس جدا، بيعرف يجيب جون، بيجيب جوان من اقل فرصه. وسام عايز يلعب كتير، بس يا كابتن اسلام هو مشكله وسام اللي هو لو لعب ماتش غير اثنين غير ثلاثه، يعني لو لعب اكتر من 10 ماتشات في النادي الاهلي يا كابتن اسلام
هتتفرج على وسام، وسام لعيب كبير وبيساعد خطه مستر كولر، بيساعد اللعيبه، بيلعب بدماغه كويس قوي، مستغل الكورسات، بيلعب بيساعد اللعيبه، بيلعب بدماغه هايل على القريبه وعلى البعيده. انا شايف الوسام ده اضافه قويه للنادي الاهلي، بس يبدا بقى يا كابتن موضوع الاصابات الفتره اللي فاتت بيبقى تقريبا هو كان جاي في حاجات بس انا شايف الوسام لو لعب له 10 ماتشات ورا بعض لا هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي، وهيقفل موضوع الفيرود، سترايكر كبير جدا ولاعيب مميز جدا للنادي الاهلي. على ذكر الكلام والمصابين، علي معلول وهو قدامنا من شويه موجود، وعدم تواجده مع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه الحقيقه مشكله كبيره جدا، ولكن بنستطيع ان نتغلب عليها بكريم فؤاد وباحمد حسن او احمد نبيل كوكا وعمر كمال، عمر كمال بس مصاب يعني. هل تفضل بقى في مثل هذه المباريات اللعب بكريم فؤاد ناحيه الشمال، ولا ممكن نلعب حد بشماله يبقى افضل عشان واحد زي الدبيس، واحد زي احمد حسن كوكا؟ بص يا كابتن، احمد نبيل كوكا ناس. كريم فؤاد هو في انبي كان بيلعب باك ليفت ولعب ماتشات كتير جاب باك ليفت، والنادي الاهلي جايبه باك ليفت وباك رايت، ومستر كولر يعني واثق فيه قوي، وهو الفتره الاخيره لعب اخر 3 4 ماتشات وبصراحه عاملها كويس جدا يا كابتن كريم، كابتن اسلام عاملها كويس قوي، دفاعيا هايل وهجوميا بيزيد وبيلعب برجله الاثنين، فبصراحه انا عاجبني قوي كريم فؤاد وبينافس تعليمات مثل الكوره يا كابتن اسلام، وبصراحه هو لعيب، الولد لعيب مميز، فايتر بيدافع في كل كوره. لا بس هو دايما الناس بتتكلم على ان هو في الناحيه الهجوميه في الاخر لما بيوصل ما بيعرفش يلعب بشماله. ما فيش مشكله، ما هو مش ما بيعرفش صعوبه. ده طبيعي، ما هو بس هو ساعات بيجيبها على رجله يمين وبيلعبها، او بيساعد احمد عبد القادر اللي قدام، بيدافع لاحمد عبد القادر، بيدافع لرضا سليم، بيدافع لحسين الشحات، بس طبعا هو دفاعيا على اعلى مستوى طبعا. وكمان بيهاجم يا كابتن اسلام، ما فيش مشكله بيهاجم، بس هو الولد نفسه بيأدي 90 دقيقه. حتى مستر كولر طلع المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال لك انا مبسوط جدا من كريم فؤاد، بصراحه بيعمل اللي ليه واللي عليه، بيديني 90 دقيقه، بيديني 95 دقيقه، بينفذ تعليمات. فانا شايف اللي كريم هو اكتر واحد حاليا يصلح يلعب الباك ليفت، لعيب عنده شخصيه، لعيب ما بيخافش، لعيب اتحط في المواقف صعبه جدا. شايف اللي هو كريم لعب حتى نهائي افريقيا هايل، فشايف اللي هو كريم هو بصراحه هو الوحيد الاصلح في الفتره دي اللي هو يلعب باك ليفت. وسط الملعب هو المحرك الرئيسي للنادي الاهلي، هل يفضل يكمل شغله ب 4-3-3؟ هو الاهلي الطريقه دي انا شايف النادي الاهلي مميز جدا فيها، عنده حلول 4-3-3 بيديله الالويه للهجوم وبيديله الالويه. في ناس بتجدها يعني لما تلاقي نفسك بتلعب بامام واكرم ومروان مثلا، في ناس بتجد الامر ده امر صعب، امر دفاعي اكتر من هجومي. لا بالعكس بالعكس، هو اللعيبه دي يا كابتن مروان وامام واكرم لعيبه كوره، بيدافعوا بوكس تو بوكس، بيدافعوا بيلعب 90 دقيقه. مروان بيلعب كوره بيزيد، امام عاشور بيلعب برجله شمال ورجله يمين، جاب كام جون وجاب في ماتش كذا ماتش جاب جوان وعمل ماتشات هايله جدا. اكرم توفيق كذا ماتش مان اوف ذا ماتش يا كابتن اسلام، بوكس تو بوكس وكان جايب جون بس اتلغى. فانا شايف اللي بالعكس الثلاثه دول الفتره دي ماشيين على اعلى مستوى، الفتره دي بقى لهم اكتر من 7-8 ماتشات يا كابتن اسلام بيلعبوا، بدأوا يحفظوا بعض، بدأوا يعرفوا حتى التفاصيل الصغيره جوه الماتش، يتحركوا ازاي ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بقى في كونتاكت كويس جدا. فانا شايف اللعيبه لا مميزه جدا في نص الملعب، ولا ده اضافه للنادي الاهلي هجوميا ودفاعيا. فانا شايف بالعكس ان النادي الاهلي الثلاثه دول بصراحه عاملين حاله، وفي ماتشات حتى افريقيا كانوا من احسن 3 لعيبه في افريقيا ومن احسن 3 لعيبه الفتره اللي فاتت، ماشيين جدا في الدوري المصري، وكل ماتش تلاقي امام مان اوف ذا ماتش، والماتش اللي بعديه ممكن تلاقي اكرم مان اوف ذا ماتش، وتلاقي مروان عطيه. فده دول هم الثلاثه متناسقين في نص الملعب، وفي تجانس بصراحه اللعيبه مميزه جدا. فانا شايف ان هي مش خطه دفاعيه، بالعكس ده هي دفاعيه وهجوميه وبيلعبوا بوكس تو بوكس هايلين يعني. طيب في ظل هذه الظروف وفي ظل الاحداث اللي بتحصل بكره يعمل تمرينه ولا يعمل مباراه ما بين الفريق يعني جوه بعضه؟ لا انا شايف اللي هو تمرينه، تمرين عادي، ما ممكن يعمل ماتش قدر الله حد يتصاب، حد يبقى لا مش ماتش يعني تقسيم حتى لا اكيد اكيد في البروجرام بتاع التقسيمه، لو التمرين مثلا ساعه ونص اكيد مقسم، بس انا شايف ان هي تمرينه زي اي تمرينه نعمل تمرينه قويه بقى. تمرينه قويه جدا طبعا، واللعيبه تبقى مركزه، واللعيبه تبقى لانه هيبقى اربع خميس الماتش الجمعه طبعا، ما هو يعمل تمرينه بكره زي كل يوم، ما فيش مش هيبقى في تغيير يعني، زي كل يوم حتى الاحساس يبقى طبيعي زي كل يوم، بيبقى مركز من بكره ماتش فاركو، هيقفل صفحه الزمالك وهيتكلم على
على ماتش فاركو عشان الاهم ماتش فاركو خلاص صفحه الزمالك اتقفلت. اهم حاجه الثلاث نقاط بتوع ماتش فاركو ده مهمين جدا جدا جدا, جداً بالنسبه للنادي الاهلي عشان يبقى 48 ويقدر يتنافس بعديها الماتشات اللي بعديها. فانا شايف التمرينه هتبقى عاديه بكره خالص, تمرينه هتبقى قويه شويه فيها تحمل شويه في الاخر, اكيد في تقسيمه او في حاجه مستر كولر عايز يكملها كان عملها امبارح او اول امبارح عايز يكملها عشان ماتش فاركو. هيشوف خطه لعب فاركو هيبدا يلعب بيها من بكره, خطه فاركو غير خطه الزمالك, طريقه لعب فاركو غير طريقه لعب الزمالك, فاكيد من بكره يبدا يحضر ماتش فاركو ويحضر اللعيبه على كده يعني. طيب ارجع مره اخرى لمباراه الاهلي والداخليه, الاخطاء اللي حصلت في المباراه الداخليه والاهلي وازاي كولر اشتغل عليها او يشتغل عليها الفتره اللي فاتت عشان يعالجها قبل المباراه القادمه فاركو. اكيد يا كابتن اسلام مستر كولر اتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه, ويعني شايف ان ماتش الداخليه اللعيبه الشوط الاولاني كانت عامله اداء مميز جدا, اللعيبه كانت مركزه. الشوط الثاني طبيعي ممكن يكون المستوى ما كانش في احسن حالاته عشان اللعيبه كانت يعني كانت خايفه لا قدر الله حاجه تحصل, وكان 1-1 فاللعيبه عايزه تجيب جون. فانا شايف الشوط الثاني كانوا قلقانين شويه لا قدر الله حاجه تحصل في الماتش, بس اول ما عمرو سليماني لعب والتغييرات كان في كلمه السر كابتن اسلام اللعيبه باينه قوي اللي التغييرات, اللعيبه كانت قاعده بره كانت مركزه, كل لعيب نازل عايز يثبت نفسه وكل لعيب نازل عايز يقول انا موجود. عمرو السولية عمل ماتش كويس جدا, جاب جون على اعلى مستوى. وكابتن اسلام كمان الماتشات دي بالذات مش مشكله, الاداء اهم من الفوز. الفوز بيجيب فوز. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيلعب ماتشات كتيره جدا, كل 3 ايام ماتش, حمل تدريب وحمل بدني وحمل عصبي يا كابتن كريم يا كابتن اسلام كتير كتير جدا. فالماتش اللي زي ده المكسب هو بالنسبه له اهم من الاداء. فانا شايف اللعيبه الفتره اللي جايه الاحتياطي كلمه سر بالنسبه للنادي الاهلي, الاحتياطي لو مركز 100% هينزل يكسب النادي الاهلي, وده اللي حصل بالفعل الماتش اللي فات. اللعيبه كلها كل اللي نزلت باين قوي اللي هم عندهم اكشن, باين قوي اللعيبه مركزه, باين قوي قاعدين بره على الدكه مركزين, بدليل كل اللعيبه اللي نزلت الاحتياطي يا كابتن اسلام لا عملوا ماتش هايل, كل لعيبه ادت اللي عليها. عمرو سليماني جاب جون, كل لعيبه ادت اللي عليها كابتن. فانا شايف كلمه سر الفتره الجايه الدكه, كلمه سر الدكه ولا كل اللعيبه بقى؟ كل اللعيبه طبعا كل اللعيبه, بس الدكه كابتن باين ان هم مركزين. ده يدل لعيبه النادي الاهلي 30 لعيب مميز, 30 لعيب كويسين جدا كابتن. الفرق الكبيره هو مفيش احتياطي اساسي, واللعيب الذكي واللعيب بيلعب في نادي كبير بيبقى قاعد حتى بره مركز في مكانه. صحيح. مركز هينزل يعمل ايه, هيلعب دقيقه هيلعب 5 هيلعب 10, باين قوي اللي هو مركز, بدليل الماتش اللي فات كل لعيب نزل مركز يا كابتن. حتى هو بيسخن نازل عايز يلعب, عارف هو فين وعارف هو دماغه هو إيه؟ دماغه راحه فين وعايز يكسب 3 نقط. بصراحه بانت قوي الماتش اللي فات, ومستر الكرة اكيد كان بيتكلم معاهم قبل الماتش ومدي كل واحد تعليمات, والفتره الجايه اصلا 30 لعيب هيلعب, يعني 30 لعيب كلهم هيلعب, حتى ممكن تلاقي طالع ناشئين وهيلعب. صحيح. ماتشات كتيره جدا, انت عندك اكتر من 15 18 ماتش الفتره الجايه كتير جدا يعني. فانا شايف كل لعيبه مركزه, فال 30 لعيب مهمين جدا, وبالاخص اللي هم على الدكه دول برده اللي هيساعدوا النادي الاهلي اللي هي تبقى ان شاء الله كل ماتش 3 نقط ان شاء الله باذن الله. هنكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحلواني, ولكن خلينا نطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم كلام مهم جدا عن مباراه فاركو. انتهى الكلام عن مباراه الزمالك, 3 نقاط استطاع أن يضيفها نادي الأهلي لرصيده. هنتكلم دائما عن المباراة القادمة مباراة فاركو. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. من وجهة نظرك التشكيل اللي هيلعب بيه نادي الأهلي في مباراة فاركو إن شاء الله يوم الجمعة؟ أنا شايف اللي هو هيبدأ بشناوي, كريم فؤاد, محمد عبد المنعم, رامي ربيعة, محمد هاني, مروان, أكرم, إمام, حسين الشحات, كهربا, رضا سليم. أوكي. هو ده التشكيل الأمثل اللي هيلعب بيه ماتش فاركو, هو ده اللي لعب بيه الماتشات اللي فاتت, هو اللعيبه اللي فايقه الفترة اللي فاتت وماشية كويس جدا مع النادي الأهلي. فأنا شايف هو ده التشكيل اللي اللعيبة عايزة في تنزل وتأدي, وكل لعيب طمعان اللي هو يجيب جون, كل لعيبه طمعان عايزه تثبت نفسها. وبرده دي حاجه كويسه قوي كابتن اسلام, لعيبه النادي الاهلي كل واحد عايز يثبت نفسه بغض النظر هو عمل ايه, بينسى اللي فات اللي جاي, كل واحد عايز يجيب جون, طمعان يجيب الثاني, طمعان يجيب. ده النجاح يا كابتن اسلام جوه المنظومه يعني, اللي كل واحد عايز يثبت نفسه انا موجود, بدل ما اجيب 2 يبقى 3, بدل ما اجيب 3 يبقى 4, بدل ما بعمل 5 اسيست يبقى 6 اسيست, بدل طمع يعني طماع. ده فريق الكبير, ده فريق البطوله يعني. فانا شايف النادي الاهلي
ان شاء الله ان شاء الله في ماتش فاركو اللعيبه هتعمل ماتش مميز جدا، اللعيبه هتكسب 1 و2 و3، اللعيبه مركزه، والاهم من كده كابتن اسلام اللعيبه عارفه هي عايزه ايه، عارفه دماغها رايحه فين، مش باصين هنا باصين لقدام الدوري، هم في مخ الدوري فعارفين اللي هو مش عايزين يفقدوا اي نقطه، فتلاقي اللعيبه كلها مركزه 100%، اللعيبه كلها عايزه تادي اللي عليها، لعب دقيقه لعب دقيقتين لعب 90 دقيقه، عايز يادي ويعمل اللي عليه ان شاء الله باذن الله. مستوى متدرج طبيعي منذ نهاية البطولة الإفريقية وفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، مستوى واحدة واحدة الدنيا الحمد لله بتبتدي تعلى، شايف الماتش اللي جاي هيبقى في نفس الاتجاه ولا راح الأسبوع ده تديك نطة أوسع؟ لا أنا شايف فنية يعني. لا أنا شايفها هتديك نطة أوسع، هتديك ليه التركيز بتاعك هيبقى زايد قوي، انت واخد الراحه بتاعتك الكافيه، اللعيب هيبقى مركز اكتر، اللعيب هيبقى عايز يدي 90 دقيقه، اللعيب الاستشفاء بتاعته على اعلى مستوى، يعني اتحطيت في مواقف دي كتير كده يا كابتن سلام، لما بتلعب 3 ايام كل 3 ايام ماتش، فبيجي وقت كده ليك تبقى ما انتش قادر تفكر، مش قادر تعمل اللي انت عايز تعمله، ما تاخد وقت اكتر، بعد ما بدل ما تلعب 3 ايام تلعب 6 ايام، لا الاستشفاء اكتر، دماغك بتبقى فريش اكتر، التكتيك اللي مستر كولر بيقول لك بتنفذه، انت نفسك عايز تبدع جوه الماتش، ابداعك الشخصي صح، انت نفسك عندك الشخصيه جوه، انت نفسك عايز تشوط مره واثنين وثلاثه، انت نفسك بتبقى عايز تعمل كروس ناحيه شمال او ناحيه يمين، اللعيب نفسه بيبقى قادر، اللعيب نفسه بيبقى يجري 90 دقيقه، اللعيب نفسه بيبقى طماع جوه الملعب، طول ما بيبقى الاستشفاء بتاعك اكتر او التمرين بتاعك بيبقى اكتر، مش كل 3 ايام ماتش او كل مثلا 4 ايام ماتش، فاللعيبه الموضوع بيبقى مختلف شويه، فانا شايف الماتش بتاع فاركو ده لا القفزه هتبقى اعلى كابتن اسلام، وتلاقي اللعيبه كلها كمان فريش، اللعيبه الاساسيه واللعيبه الاحتياطيه، اي حد هيلعب هيأدي اللي عليه 100%، انا واثق من كده، واللعيبه ذكيه كمان يا كابتن اسلام، اللعيبه ذكيه صحيح، وكمان مستر الكوره دايما بيديهم الدوافع، يعني دايما طول الوقت ليه بيكلم الدوافع على طول، طول الوقت بيتكلم معاهم في الدوافع عشان بطوله الدوري، من بعد بطوله افريقيا خد بطوله افريقيا، فممكن اللعيب يحس شويه اللي هو خد بطوله افريقيا فيهدى شويه، لا مستر الكوره طول الوقت بيدي دوافع، طبعا دوافع، خلصت البطوله عندك دوري، خلصت الدوري عندك كاس، خلصت الكاس عندك كاس عام انديه، خلصت يعني طول الوقت عندك دوافع عندك، فده برضو ده نجاح مدير فني اللي طول الوقت بيديك دوافع، حتى اللعيب نفسه جوه المنظومه النادي الاهلي لازم يبقى عنده الدوافع اوتوماتيك، فانا شايف اللعيبه هتبقى مركزه جدا والدافع بتاع ماتش فاركو هيبقى اكتر، واللعيبه هتبقى مركزه 100% ان شاء الله باذن الله. ابرز العقبات اللي بتواجه النادي الاهلي للعوده مره اخرى لصداره الدوري؟ الاصابات، الاصابات والاجتهاد، الاجهاد الاثنين دول بس، غير كده انا مطمن على النادي الاهلي والله يا كابتن اسلام، مطمن جدا على النادي الاهلي، اللعيبه كلها لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه خدت بطولات، اللعيبه لعبت في تحت ضغط عصبي كتير جدا، وتحت بالعكس ده اللعيبه بتحب اصلا الضغط الماتشات، اللعيبه اصلا بتحب الضغط بتاع الجمهور ده، اللعيبه بتحب الاجواء دي، بيدوا 100% بتاعتهم، بس هي الحاجه الوحيده بس اللي انا خايف منها كابتن اسلام الاصابات والاجهاد بتاع اللعيبه والتركيز يقل 100%، غير كده انا واثق النادي الاهلي هيكسب الماتشات كلها اللي جايه، لو ما فيش اصابات ربنا يبعدهم على الاصابات او الاجهاد ان شاء الله كابتن اسلام، لا اللعيبه هتادي، اللي هيلعب هيأدي 90 دقيقة بتاعته، الاحتياطي هينزل 5 دقايق هيلعب، اللي هيأدي ال 120 دقيقة، فأنا شايف اللعيبة كلها مركزة، بس الإصابات والإجهاد هم دول بس اللي مخوفيني بس يا كابتن. الإصابات والإجهاد بس، ما هو هيقول لك مثلا التدوير هو اللي هيخلي اللي تتغلب على الاثنين، ما ممكن يا كابتن اسلام قدر الله مثلا، يعني انت الماتش اللي فات شناوي مروان بره الفرقه، في فرق بين تدوير يا كابتن واصابات، يعني ممكن قدر الله يعني اثنين في مركز واحد اتصابوا، فعندك مشكله، فعندك مشكله الثالث يلعب بقى ولا يلعب الماتشات كلها، تجيب حد مش بنفس الكواليتي بتاع نفس المكان ده يديك ال 100% بتاعته، فهتلعبه عشان ما فيش غيره، فهي دي بس اللي مخوفاني، اللي هو اللعيب مثلا بيلعب ديفندر، بيلعب باك ليفت، بيلعب باك رايت، فتلاقي اللعيب الاساسي او اللي الاحتياطي بتاعه مش موجودين او اتصاب طبيعي، فانت هجيب حد تالت او جيب حد مش نفس المركز، هي دي اللي بتبقى فيها خلل، مش هيديك ال 100% بتاعته في نفس المكان، فهي دي بس اللي بتخوفاني، اللي هي الاصابات الكتيره في نفس المركز او الاجهاد، الاجهاد كابتن كمان مش اجهاد بدني، اجهاد ذهني، يعني ممكن انت تتكلم اللعيب في الماتش يبقى مش قادر يعمل في ذهنه، يعني دماغه مش عارف يوصل للعيب، ممكن مش قادر يجري 90 دقيقه، ممكن عايز يعمل كروس بس هو مش قادر، دماغه مش مدياله الكونتاكت اللي هو يلعب ال 100% بتاعته، فتلاقيه مش قادر يبدع في الماتش، شخصيته ما بتظهرش، فتلاقي حتى اللعيب بعد 3-4 ماتشات تلاقي اللعيب مستواه النهارده مش احسن حالاته، فده مش عشان هو عايز يبقى وحش، هو ذهنيا مجهد وبدنيا مجهد، فهي دي بس اللي خوفاني، عشان كده الروتيشن بتاع النادي الاهلي واللعيبه لازم ان يدور، طول ما اللعيبه كويسه وطول ما اللعيبه بتقدم 100% انا مش قلقان والله كابتن اسلام. ايه رايك في مستوى الدوري السنه دي يا عمرو؟ ككوره يعني
انا كمستوى الدوري كمنظومه لا السنه دي مش عاجبني خالص. مش عاجبني خالص كابتن، ولا مواعيد ولا ترتيب ولا حتى السيستم يا كابتن اسلام، ولا حتى زي اللي حصل كده السيستم ده، ولا اللوائح حتى محطوطه صح. فانا شايف ان السنه دي بصراحه مش في احسن حالات الدوري المصري من حيث النظام وحيث الالتزام حتى مواعيد الماتشات يا كابتن اسلام. يعني النهارده درجه الحراره بتبقى 45 بيلعب الساعه 4، صعب جدا على اللعيبه، صعب جدا، ده امر صعب جدا، صعب كل جداً. ما يجيب يعني الماتشات الساعه 4 يا كابتن اسلام انت بتسخن الساعه 3، انت بتصحى الساعه 12 مثلا عشان تمشي تروح الملعب الساعه 1، كل ده مش مهم، ولكن درجة الحرارة بتبقى قاعد في البيت في التكييف بتبقى حر. صعب جدا، اللعيب هيبدأ ازاي؟ اللعيب هيديك 100% بتاعته ازاي؟ فأنا شايف حتى النظام بتاع الدوري السنة دي مش في أحسن حالاته، حتى يعني في حاجات كتيرة جدا مش عجباني، حتى من حتى المواعيد بتاعة الماتشات، النظام حتى بتاع المدربين، حتى طريقة الكلام حتى في المدربين، طريقة الكلام على الحكام، طريقة الكلام حتى المواعيد بتاعة الماتشات كابتن حتى مش متظبطة. فأتمنى إن السنة دي الدوري يخلص ان شاء الله على خير، والسنه الجايه يبدا نظام جديد، نظام عشان الفتره الجايه عندنا بطوله افريقيا، عندنا كاس عالم الانديه، عندنا بطوله افريقيا يعني كابتن عندنا الفتره الجايه حاجات مواعيد كتير جدا لازم تبقى منظمه من دلوقتي، وكل واحد يبقى عارف اللي يروح عليه زي اوروبا بالظبط يا كابتن اسلام. رايك في مستوى التحكيم السنه دي؟ ليه وعليه؟ يعني في ماتشات كتير جدا التحكيم بتاعنا بيعمل ماتشات كويسه، وماتشات كتير جدا التحكيم المصري بيعمل ماتشات مش حلوه، بس انا اللوم بالفار يا كابتن. طب انت عندك فار، شوف مره واثنين وثلاثه وشوف حاجاتك وشوف الحاجات اللي انت بتعملها، ومعاك الفار جوه بيساعدك. فانا شايف ان التحكيم السنه دي مش في احسن حالاته، يعني السنه اللي فاتت كان ممكن تمام يبقى احسن، المفروض كل سنه يزيد عن الاول، يعني انت عندك حاجات مساعده كتير يعني اربع خمس سنين غير السنه دي، السنه الجايه يبقى غير، صح ولا يا كابتن اسلام؟ صحيح. فالمفروض الحكم هو حتى لو معاه الفار لازم يساعد نفسه، لازم يتفرج كتير على ماتشات اوروبا، لازم يتفرج كتير على الحالات الصعبه، لازم يشوف الحاجات دي حتى الحالات الصعبه ما يستعجلش، يتفرج عليها مره واثنين وثلاثه ويروح يذاكر، يروح يذاكر زي ما اللعيب بيذاكر وزي المدرب بيذاكر، الحكم برده كمان يذاكر كابتن. فانا شايف اللي هو ما فيش محاضرات، شايف اللي هم شغالين الفتره دي مش في احسن حالاتهم، مش مدين الماتشات، بيبقى هو مش عايز يبقى وحش، بس انت نفسك لازم تبقى انت فت، لازم تبقى انت نفسك مذاكر، لازم تبقى انت عارف ليك وعليك، حتى يذاكر كابتن اللعيبه هتلعب الماتش بتاع الاهلي وفاركو بيذاكر حتى اللعيب ده بيعمل ايه واللعيب ده بيعمل ايه، انت جوه المنظومه، انت كمان ده انت من اهم المنظومه، يعني الحكم ده من اهم النظوم، ممكن يضيع بطوله ويجيب بطوله. فالحكام السنه ده كابتن انا شايف ان هم مش مدين، يعني بيبقى غصب عنهم في حاجات كده، بس لازم الفار يساعدهم ولازم انت نفسك تبقى مذاكر. فانا شايف ان السنه دي الحكام بصراحه يعني انا وجهه نظري 5 من 10 السنه دي، يعني 5 من 10 يعني في ماتشات كتير جدا بتفرج عليها لا غلطات يا كابتن، تفاصيل صغيره يعني لازم ما يقعش فيها، هل انت مع بريرا ولا لا؟ أنا شايف إن هو بريرا كخبير تحكيمي بيعمل ولكن إحنا شايفين إن هناك كثير من الأخطاء بتحصل. كتير جدا، أنا شايف إن هو ما فاتش حاجة للكرة المصرية خالص لغاية دلوقتي، حتى ما بيطلعش يتكلم، حتى ما بيطلعش كل أسبوع يعمل مؤتمر للأخطاء، حتى ما بيطلعش يتكلم على الأخطاء كلها كابتن إسلام، فأنا شايف اللي هو ماشيين يعني بعشوائية السنة دي. ماشيين بحي اللي هو حسب كل ماتش، عملت ماتش كويس تاخد اللي بعديه، عملت وحش هتتوقف، ده مفيش كده في التحكيم. صحيح. لازم انت ليك ثوابت، لازم انت عارف اللي انت عندك 10 حكام 15 حكم، حكام كبيره، لازم انت كل ماتش تديهم التقرير بتاعك، لازم تذاكر، لازم تديهم عيوبهم، تديهم ميزاتهم، لازم تدي ثقه الحكم حتى لو اي حاجه، فاهم قصدك يا كابتن اسلام؟ لازم تذاكر. انا شايف ان لجنه حكام ولا الحكم بيذاكروا ولا لجنه حكام بتذاكر. انا شايف ان هم ماشيين كده حسب كل ماتش، النهارده احنا كويسين انا مبسوط، النهارده احنا وحشين انا وحش، بدليل ممكن تلاقي حكم عندوش ثبات مستوى، هات لي حكم دلوقتي في الدوري المصري عنده ثبات مستوى، الحكام كلهم رايحين جايين فدي مشكله كبيره جدا، يعني مشكله كبيره جدا. يعني انا محتاج حكم يديني 7 من 10 كل ماتش، ما مش عايز 10 من 10 بس اديني 7 من 10 اديني 8 من 10، ده في حكم ممكن يديك 8 وحكم يديك 2، هو نفس الحكم، وحكم يديك 4 وحكم يديك 3، زي ما احنا بيتقال لنا في الكوره يعني، او كان بيتقال لنا اللعيب الكبير يديك ثبات مستوى 8 من 10 على الاقل 10 ماتشات 15 ماتش، ده اللي تقول عليه لعيب كبير. نفس الموضوع في الحكم، الحكم الكبير يديك 10 ماتشات يا كابتن اسلام، انت طالع تقول ده مان اوف ذا ماتش، طالع الاخطاء اللي ما بتحصلش، الحكم اللي ما بتحسش بيه بالظبط، تقول ده حكم فير، حكم الاخطاء الصغيره لا مصحصح، عنده لياقه بدنيه كويس جدا، الفار بيشوف عليها مره واثنين وثلاثه، بياخد باله من كل تفصيله، فيبان قوي اللي هو فايق، باين هو مركز، فده يدل يا كابتن. فانا شايف الحكام مفيش ولا حكم يا كابتن في الدوري المصري لعب 4 ماتشات ورا بعض تقول عليهم لا حكم النهارده عمل 4 ماتشات هايل، مفيش المستوى مش احسن حالاته، ممكن يديك 8 وبعد كده يديك 2. فانا شايف الحكام مش مركزين، وكمان مركزين على السوشيال ميديا، تمام اشتغل
اشتغل اشتغل واعمل اللي عليك. فانا شايف ان هم مركزين بالسوشيال ميديا مش مركزين في الماتشات بتاعتهم. فاتمنى ان هم يركزوا، اتمنى الماتشات الجايه ماتشات حاسمه، اتمنى الاخطاء تقل يا كابتن اسلام، اتمنى ان الفتره الجايه الحكام يبقوا مركزين. الحكام دول من اهم عوامل اللعبه، صحيح ده مهمين جدا، ممكن يضيعوا بطوله ويجيبوا بطوله بمناسبه بسبب العدل. النهارده مجلس اداره اتحاد كره القدم عمل اجتماع على راس هذه الموضوعات اللي هتتقال في هذا الاجتماع، شكاوى اكثر من نادي من الاخطاء التحكيميه طبعا المتكرره. استدعوا بيريرا، قالوا له عشان يعني يسمعوا له، فقالوا له ان في هجوم من الانديه على الحكام بداعي تراجع المستوى. خلاص هم بيقولوا ان هم قالوا له، تمام، لكن هم عاملين الاجتماع ده كله علشان يقولوا له طب احنا محتاجين حل لهذا الامر. رايك؟ انا شايف اللي هو اصلا من البدايه وهم جايين قاعدين معاه لازم يقولوا 1 2 3 4، لازم يديها يعني تقرير. يعني انا مش جايبك عشان اسمعك الكلمتين بالظبط، لا وكمان المفروض يا كابتن اتحاد الكوره يبقى عنده كل الخطه. يعني هو مش مستني اللي الانديه تبلغ احنا في مشاكل تحكيم من اول من اول نادي يا كابتن لازم نشتكي. تعالى صحيح. تعالى اديني تقرير بتاع الحكم ده، اديني اخطائه، اتفرجوا على الفيديوهات، تعال شوف. فيبان قوي اتحاد الكوره حتى مش مركز في دي، فبعد المصيبه بيبدا يجيبه. طب ما قبل المصيبه تحصل ركز معاه كل اسبوع، تعالى شوف اخطائك ايه وهات الحكام وذاكر وخدهم في اتحاد الكوره، اعمل لهم معسكرات وشوفهم اخطائهم. اما مش بعد المصيبه، مش بعد حوالي اكتر من 12 13 نادي بيشتكوا على التحكيم، تقوم انت جايب رئيس لجنه الحكام تقول له اعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا طبعا، ده غلطه برضو اتحاد الكوره وغلطه برضو من لجنه الحكام. لازم يبقوا بيذاكروا زي ما لعيب الكوره بيذاكر وزي المدرب بيذاكر. لا، لجنه الحكام لازم تذاكر، ولازم لجنه الحكام يا كابتن اسلام تبقى عارفه اللي هم مهمين جدا في الدوري المصري، عارف ان لازم يبقى اللعيبه، لازم الحكام يبقوا فت، لازم الحكام بتذاكر، لازم الحكام تبقى عارفين اللي ليهم واللي عليهم، يبقى عارفين التفاصيل الصغيره، لازم يبقوا مركزين 100% في الماتش اكتر من اللعيب واكتر من المدرب كمان يا كابتن. لو انت عايز تنجح، لو انت عايز تبقى في حته ثانيه، لو انت عايز تبقى دولي، لو انت عايز تبقى دولي. صحيح كابتن، انا ما بسافر انجلترا ولا بسافر المانيا بتفرج على الماتش، انا ما بحسش بالحكم. الحكم تلاقيه فت، تلاقيه مركز جدا في ال 90 دقيقه، تلاقيه كل تفصيله مركز فيها. فاتمنى الحكام المصريين يتفرجوا ويقلدوا الناس دي، عشان طول ما التحكيم في مصر مميز طول ما الكوره هتبقى في حته ثانيه. تتفرج على الامم اوروبا ولا لا؟ اه طبعا. مين اللي عاجبك؟ المانيا. المانيا عاملين المانيا هايلين، هايلين جيد جدا. هايلين مكن. نعم. شغالين كل واحد. لو اتفرجت كابتن اسلام، بس اسبانيا في منطقه ثانيه، اسبانيا في منطقه ثانيه بس ما بيكملوش الاخر. يعني هو في دوري المجموعات مميزين جدا، يجيبوا جوان ومميزين جدا، بس في المراحل الاخيره دول الاربعه دور الثمانيه بتلاقي اللعيبه مش يعني بتلاقي اللعيبه مش احسن حالاتها. ممكن بقى يكون الاجهاد، ممكن اللعيبه بتبقى مش مركزه 100%، اللعيبه بتبقى يعني وان مان شو، عايزين يظهروا الشو اكتر من المكسب. بس المانيا لا، المانيا داخلين مركزين جدا، مركزين باين قوي، هم مركزين في البطوله على ارضهم، مركزين قوي، كل واحد بيعمل ليه واللي عليه، كل واحد في مكانه بيأدي الدور اللي عليه، ملوش دعوه باللي جنبه، بيعمل عارف اللي هو من 1 لـ10 يعمله. 90 دقيقة بيلعب 95 دقيقة، جاب جون عايز يجيب التاني، عايز يجيب التالت، لو لعب 95 دقيقة ناقص دقيقتين عايز يجيب الرابع. فاللعيبة مركزة جدا، باين قوي هم مركزين، باين قوي هم عارفين هم عايزين ايه، لعيبة كبيرة طبعا. فأنا شايف إن ألمانيا هي الأقرب تاخد بطولة أمم أوروبا. ألمانيا طبعا. مين عاجبك من اللعيبة لو متذكر أسماء؟ توني كروس طبعا. انا بالنسبه لي كروس في حته تانية، غريب جدا، لعيب كبير يعني اخر ماتشات ليه وبيعمل حاجه ابداعيه. لا وفي حاجه كمان يا كابتن انا بحبها، هو مبطل في اعلى قمه ليه. صحيح. عشان الناس تفتكره، عشان بعد 10 سنين يفتكروا اللي فيه لعيب مميز جدا، بيلعب 8 بيلعب 10، لعيب مميز في ريال مدريد. ده مبطل عنده 34 سنه يا كابتن. ولسه قدام 4 5 سنين. بصراحه هو مبطل واقف على رجليه. قال لك انا اخر حاجه بطوله وكان عايز يبطل هو في ريال مدريد. فده تحترمه، ده تقدره، ده هيبقى مدرب كبير لو اشتغل، هيبقى مركز جدا. وخد بالك يا كابتن اسلام، هو ناقص له 3 4 ماتشات وتلاقيه بيأدي 100% بتاعته. هيموت عايز يكسب، هيموت عايز ياخد البطوله. اي واحد تاني يقول لك لا خلاص انا عملت كل حاجه، بالعكس يعني لسه واخد دوري الابطال مع ريال مدريد، دخل مع المنتخب عايز ياخد البطوله. فهو صحيح. فهو ده اللعيب اللي انا شايفه من احسن لعيبه العالم في تاريخ البوزيشن بتاعه كابتن اسلام. فده قدوه للعيبه كلها. فانا شايف ان هو من اهم لعيبه المانيا، لعيب مميز جدا، انا بحبه بعشقه لما كان في ريال مدريد وفي المانيا. يعني لعيب بالنسبه لي لعيب نموذج يعني. بس هي البطوله كلها كريستيانو طبعا. كريستيانو ما بعشق كريستيانو وانا برضو. لا كريستيانو منطقه ثانيه. لا كابتن، مع ان عليه هجوم برضو من الصحافه البرتغاليه. هو مش شايف، هو مركز.
هو احلى حاجه في كريستيانو هو عارف وعايز ايه، عايز البطوله، هو في 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 التفاصيل الصغيره بيلعب بيها، بياكل كويس، بيشرب كويس، بينام كويس، الحاجات كلها تفاصيل، مركز، عايز بدل ما بيجيب 100 جون عايز يجيب 105، بدل ما يبقى واخد واحد بطوله امم اوروبا عايز ياخد اثنين. لا ده من احسن لعيبه العالم في تاريخ. صح. بيجيب الدوافع. صح. يعني كان منزل صوره من كام يوم كابتن اسلام عنده 20 سنه يعني بالامكانيات دي كلها، عنده محافظ على نفسه جدا. الفاب بتاعه 7 يعني، دايما مركز مع كريستيانو عشان بحب كريستيانو جدا. لا لعيب غير طبيعي، ده بقى نموذج لعيب كره قدم. يعني انا دايما اقول القرن الاخير ده ميسي وكريستيانو مش هيجي زيهم دلوقتي يا كابتن اسلام. صحيح. حاجه غير طبيعيه، ميسي المهاره واللعب والمتعه والاحساس بالكوره وانت يعني بياخد عينيك، كريستيانو الحياه، كريستيانو اللي هو تثبت نفسك وتقول للناس كلها انا موجود واحسن لعيب في العالم وتحترمه، حتى لو انت ما بتحبوش هتحترمه غصب عنك وهتتفرج عليه. فانا شايف ان كريستيانو وميسي حاله غير طبيعيه، وكريستيانو بالاخص في الفتره دي عنده 39 سنه، ما تحسش له عنده 39 سنه، تحس ان هو طماع عايز يكسب، عايز يحقق بطوله. فانا شايف ان كريستيانو بصراحه بالنسبه لي في حته ثانيه يعني. اخيرا اخبار الاكاديميه ايه؟ سمعت رقم كده في 3 4 ايام حاجه كويسه الحمد لله. طبعا لسه منتظرين اكتر. الحمد لله احنا فتحنا يوم السبت اللي فات. لا الحمد لله اجواء حلوه جدا يا كابتن اسلام، كمان السنه دي عندنا حاجات كتيره هنعملها الحمد لله. احنا بقى لنا 4 5 ايام الحمد لله وصلنا 800، ده رقم الحمد لله اول 4 ايام كبير. احنا طمعانين ان شاء الله السنه دي هنوصل 2000 وشويه باذن الله، عاملين حاجه. كابتن شطه كان حتى قاعد معايا امبارح، والبروجرام بتاع السنه دي والفتره اللي فاتت والله كابتن اسلام عملت مع كابتن شطه اكتر من 5 6 اجتماعات، وجي النادي اكتر من 3 4 مرات بنفسه وشاف الملاعب وشاف الاجوان، وعملنا حاجات كتيره جدا. والسنه دي حتى هيبقى فيه دوري وهيبقى فيه دوره وهيبقى فيه حاجات كتيره جدا لولاء الامور، هيبقى فيه مهرجانات وهيبقى فيه حتى تطور اللعيبه وهيبقى فيه حاجات كتيره جدا 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 عملناها السنه دي. فان شاء الله السنه تبقى كمان سنه مختلفه باذن الله لاكاديميه فرع التجمع، وباذن الله اتمنى ان كل الناس هتيجي هتستمتع باولادها باذن الله، وانا واثق ان الاعداد هتكبر ان شاء الله السنه دي باذن الله. التجمع دايما اخر مقر تم اضافته لمقرات النادي الاهلي، وبالتالي عليه سبوت كبير جدا من كل الناس، واعتقد ان اكاديميه النادي الاهلي هناك عامله شغل جيد جدا بقياده طبعا كابتن شطه ووجودك. كابتن اسلام نادي تجمع عالمي، حاجه جامده جدا. نادي من اول ما تخش يا كابتن اسلام انت في اوروبا، منظومه على اعلى مستوى، نادي معمول على احدث تقنيه، من اول ما تخش ما تخرج كابتن حاجه بصراحه حاجه نظيفه جدا، حتى الملاعب معموله على اعلى مستوى. فانا شايف اللي هو بصراحه محطوط في حته في التجمع وهو على مستوى المنطقه اللي موجود فيها، فاي حد عضو في النادي او اي حد في الاكاديميه بيستمتعوا بالاجواء، بيستمتعوا بكل تفصيله. صحيح. في الاكاديميه. فاتمنى ان شاء الله نوفق السنه دي وربنا يكرمنا باذن واحد احد ان شاء الله. ربنا يوفقكم عمر السنه دي ان شاء الله، وتعملوا حاجه جيده جدا لاسم النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ودايما مبسوط اخويا الكبير طبعا، ودايما مبسوط ابقى مع حضرتك كابتن اسلام. انا اللي شرف لي يكون موجود معايا نجم كبير زيك عمر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في حلقه النهارده. كنا نفسنا نتكلم على المباراه بكره، ولكن سلافي هذه هي الحياه. نفسي والله، بس الحمد لله عندنا 45 نقطه دلوقتي، نقفل الصفحه ان شاء الله ونركز في الماتشات الجايه باذن واحد. وهذه هي الرساله، نقفل الصفحه ونبدا في التركيز في مباراه يوم الجمعه القادم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد ابو علي في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوف وادوب حضراتكم في هذه الفقره. الاستاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ شرف ومنور حضرتك. طيب ربنا يخليك يا حبيبي. ايضا الاستاذ محمد ابو علي، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله كابتن. بارك يا حبيبي. الحمد لله منور الدنيا. استاذ عصام واستاذ محمد، عايز اسال حضراتكم في البدايه، كان من المفترض ان بكره هتقام مباراه الاهلي والزمالك، ولكن بعد الجوابات اللي وصلت للنادي الاهلي باعتبار النادي الاهلي فائزا ب3 نقاط ونادي الزمالك مهزوما بهدفين مقابل لا شيء، من وجهه نظركم شايفين اللي حصل ده ازاي؟ والله اللي حصل يعني ينبئ ان احنا محتاجين فعلا صحيح اللوائح والقانون يا كابتن، علشان يبقى في ضبط وربط ليه المسابقه بل وكل المسابقات الكرويه. صحيح. علشان الاجهزه الفنيه اللي بتعمل والمؤسسات اللي بتاكل نتاج
يعني تعبها وتخطيطها للمستقبل وتدفع هذه الأرقام تلاقي حصاد، أولا حصاد فني لأنه الدوريات في كل العالم سقفها المنتخبات وبالتالي منتخب مصر، ثم أنه وأنت تعمل أكيد عندك ما هو اقتصاد بقى كرة القدم من رعاية من بث من لا للمفاجآت من النوع ده. وأيضا مهما كان الأمر هناك لاعبين في برامج تدريب كانت محطوطة في أوقات معينة للراحة واللعب ثم الراحة واللعب، أعتقد أن كل ده حتى ولو قلنا أن الرابطة طبعا أخطرت النادي الأهلي وكذا تمام، لكن ماذا يفعل نادي بحجم النادي الأهلي مؤسسيا وعلى مدار الساعة يعني الدولاب الإداري يعمل والدولاب الفني يعمل وهو يرى هذه المنظومة أصلا ما بتدلوش مشروعية أنه يكون مصير أداء لاعبيه و حملهم البدني والفني والتكتيكي في منافسة على البطولة الأهم البطولة الأكبر وهي درع الدوري يعني على قدم وساق أنه يقدر يحصل نتاج عمله. أنا شايف أنه ده يجب ألا يتكرر، وإذا أقرينا أنه في عودة للوائح والقوانين ما بقتش قاعدة بحلول وردية كده أو يعني نسلم على بعض ونشوف إيه اللي بيحصل، أتمنى أن ده يستمر وأن ده يسود وهنشوف الفترة الجاية إن شاء الله. أستاذ محمد، أنا دايما كابتن بتكلم إن اللوائح دايما بتبقى فاصلة في الأمور دي. صحيح. إحنا لو عندنا لوائح وماشيين عليها وأي بطولة في أي حتة في العالم قبل ما بتتلعب بيكون يا أستاذ عصام في لوائح محطوطة ليها. موجودة. بتتبعت للأندية، بتتبعت لي. وكل بيوافق عليها بالمناسبة بالظبط، يعني. وبيوقع عليها بالموافقة وبيخوضوا المسابقات دي طبقا للوائح. طب أنا اللائحة بتاعت البطولة الحالية أو بطولة الدوري الحالية اللي الانديه وافقت عليها عندي فيها بعض المواد لو قلتها لحضرتك سريعا يا كابتن اسلام بتنص على امور معينه، هنسيبنا من قصه عدم خوض مباراه او الانسحاب من مباراه، القصه دي خلاص قتلت بحث، لكن انا عندي هنا مادتين عايز اتكلم فيهم. الماده 13 بتقول نصا وضع جدول المسابقات، يعني وضع الجدول بتاع المسابقات وفقا لمواعيد البدء والانتهاء التي يقررها هو مجلس اداره رابطه الانديه وله الحق في اجراء التعديلات والضروريه على مواعيد المباراه، وده اختصاص لجنه المسابقات وفقا للائحه. أيوة. تمام. الماده 71 بتقول ان لا يحق للانديه الاعتراض على التوقيتات التي تحددها اداره المسابقات بجدول المسابقه، و يعني ولا يتكلموا في التعديلات او حاجه ممكن تطرا على الامر بسبب بعض الظروف كارتباطات المنتخب او طلب مدير فني للمنتخب. انت قلت انهم اصلا واخدين توكيل عام رسمي من الجمعيه العموميه اللي هي 18 نادي، وانت ماضي على الموضوع ومصدق عليه واعلنت موافقتك على القصه، فالاهلي مثلا او الانديه او جه المدير الفني لمنتخب مصر قال عايز اخد اسبوع زياده مثلا العب فتاجل ماتشات معينه عشان معسكر مثلا ماتشين بوركينا فاسو وغينيا، جه قال عايز اسبوع زياده عشان البطوله اللي اقيمت في العاصمه الاداريه الجديده، حاجات طارئه. المدير الفني منتخب مصر في فيتوريا رفض مباراه للاهلي، وريف فيتوريا برضو رفض مباراه من المباريات. لما تيجي تفكر تتكلم عشان الناس اللي بتربط الاهلي وتاجيل المباريات بالظبط، يعني انا لا واتحاد كوره او لجنه مسابقات او رابطه انديه لما جم اجلوا في وقت من الاوقات اجلوا بالظبط لان في مدير فني منتخب مصر شايف ان المصلحه دلوقتي انا اصعد كاس عالم عايز يبقى عندي معسكر اضيف لم يكن موجود في بالظبط حاجه طارئه، فخد اسبوع زياده فاتلغت ماتشات معانا كانت هتلعب، دي من ضمن الحاجات الطارئه اللي حصلت. فانا المفروض يعني ابقى مقدر للموقف ده لان ده حاجه بتخدم مصلحه الكره بلد. المصريه او البلد او منتخب مصر، فحصل حاجه طارئه فعدلت. فانا شايف ان للاسف عدم الالتزام باللوائح او عدم الاستناد للوائح اللي بيتم تطبيقها في بدايه كل موسم هو اللي بيعمل الخلل ده. عايز اقف بس يا استاذ عصام وحضرتك كابتن اسلام في فكره او ما يتم ترويجه للاعلام ان النادي الاهلي لعب ماتشات اقل والنادي الاهلي مش عارف ايه بس خلي بالك الكلام ده قلت صحيح بقى بس يعني لا احنا واضحه يا انت عارف انا أيوة. ازاي هو النادي الاهلي عمل ايه زياده؟ كاس العالم للانديه دوري 10 ماتشات او 9 ماتشات بالظبط، كاس العالم للانديه دوري السوبر بتاع والسوبر المحلي دوري السوبر الافريقي ودوري السوبر المحلي ثلاث ماتشات اربع ماتشات ماتشين يبقى 3 4 7 و2 9 ادي 9 ماتشات، 9 ماتشات دول لما تيجي تعملهم
في الشكل الطبيعي لاي دوري ياخدوا منك قد ايه؟ شهرين ونص. مظبوط. المفروض كل شهر. لا ده انت بتروح تنزانيا كمان وبتروح جنوب افريقيا وبتروح. انا قلت لك شهر شهرين ونص. الامارات يعني فانت المفروض تخلص في شهر 5، خلصت في شهر في نص 8 اللي هم الشهرين ونص، او تخلص شهر 6 وفي الاخر اللي طال بيها وفي الاخر بتلاقي ان النادي الاهلي الفرق بينه وبين الاقرب الناس اللي لعبت ماتشات الزمالك تيالي الزمالك ماتشين ماتشين. فانا لانه الزمالك وصل لنهائي الكونفدراليه بالظبط بس ما عندوش التسع ماتشات الاوفر كمان. انا فاهم انا عارف حضرتك عارف انا بحاول افتح للجمهور الزاويه دي النقطه دي انه اهلي وزمالك وصلوا للنهائي وبالتالي لا ما هو انت عندك هنا تسع ماتشات زياده لا وسفريات زياده وسفريات زياده وماتشات بره في اماكن بعيده وبتروح هنا وبتروح صحيح الكونغو عشان تلعب صحيح. مازيمبي وبتروح قبلها مش عارف تنزانيا وبتروح عكس مثلا فرق تانية لعبت في القاهره اغلب الماتشات او ومع ذلك الاهلي موافق. احنا اكدنا هنا مع الكابتن اسلام ان الاهلي موافق حتى لو لعب اللي هم الثمان ماتشات او التسع ماتشات في 28 يوم ما عندوش مشكله. المهم ما يكونش في اوفر لود عن كده بقى خلاص. يعني انت في الاخر موافق على ما اتفقت عليه ولم تحيد عنه خطوه. ما هو ده اللي كان بيتكلم فيه لو 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 انا فاهم كلامك صح ان اللوائح والقوانين هي التي تسير مؤسسه النادي الاهلي. موضوع الشيبي لا الاهلي بص يا كابتن انا على يقين انه الافضل سواء في الوطن العربي او في قاره افريقيا طبعا. او في الشرق الاوسط او يعني بنتكلم على مستوى مصر هو الافضل في تطبيق او الالتزام باللوائح والافضل في تطبيق السياسات اللي بتضمن له ان هو يبقى دايما ودي حاجه صحيح. يعني ربنا يديمها علينا انه دايما يبقى ناجح وعلى منصات التتويج سواء بقى في افريقيا او في بطوله كاس العالم للانديه او ان شاء الله في الانتر كونتيننتال اللي جايه او في البطولات المحليه. فالنادي الاهلي في حته تانية بسبب ده بسبب السيستم اللي ماشي الحرص على المؤسسيه ايوه ان انت بتشتغل بنظام مؤسسي صحيح. النادي الاهلي بسبب نجاحه مش الاجتهادات الفرديه او القرارات العنتريه زي ما بيقولوا. الاهلي من اسباب نجاحه ان بيشتغل نظام مؤسسي. الاهلي عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه وبيشتغل بناء على اللي يعني اللي ما يخرجوش او ما يخليش شكله في الاخر في حاجه فيها او ياخد قرار غلط. ولا يمكن وده اللي بيميز الاهلي عن اي حد تاني. ولا يمكن يكون في شيء طارئ الا لو فرض على النادي ان في طوارئ بسبب تغيير جدول حاجه، لكن ان الاهلي يطلب بشيء طارئ ما حصلتش في ازمنه طويله جدا. وعشان كده يعني يمكن البعض قال لعكاب الخطيب ان شاء الله يا رب يرجع بالسلامه بعد رحله العلاج، يقول لك معقوله الخطيب طبعا لان النادي الاهلي يسير بمؤسسيه مش ب يعني موجود الرئيس والمجلس ربنا طبعا يكرمهم ويوفقهم، لان هناك ملفات هناك سيستم هناك منظومه على بعضها. حتى ده معرفش ليه بيستكتروه على النادي الاهلي بعد هذا التاريخ الطويل الحافل بما شاء الله نجاحات ورا نجاحات في كافه القطاعات يا كابتن مش في الكوره بس. صحيح. مساله سهله جدا يعني. علشان كده في موضوع مهم يا كابتن اسلام قبل ما تكمل الموضوع المهم عشان كده لو تاخدوا بالكم احنا الفتره اللي فاتت كل الاعلام الرسمي للنادي الاهلي لم يتكلم في اي شيء تخص خالص ما حدث خلال الفتره السابقه من كلام يخص على مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك لو تاخد بالك، لانه النادي الاهلي ليس طرفا بالزبط. في هذا الامر، وبالتالي انت تتكلم في حاجه ما تخصنيش ليه؟ انا موجود، انا بتمرن، انا هكمل النهارده. لو لم يكن الجواب او الايميل او الجواب اللي جه راحت الفرقه راحت الفندق الفرقه بالظبط كده رايحه معسكرها واخدين الطقم الاساسي والاحتياطي وانت تعلم والعمال واخدين اوردر الساعه 1 بكره في الاستاد وكل حاجه ماشي. انا عندي ماتش بكره كالعاده كل حاجه كالعاده وكل حاجه كالعاده، ولكن لما جه الجواب ان المباراه لن تلعب وان النادي الاهلي فائزا بهدفين مقابل لا شيء، هنا فقط استطاع او النادي الاهلي كلم كابتن خالد بيبو وقال له خلاص السيستم بقى يروح شغال على ان نرفع بقى ايه المنع وكذا وكذا الراجل والراجل الكولر يعني، وبعد كده الراجل يبتدي يشوف هيعمل ايه بكره. عايز اضرب مثال الحاجه الثانيه المهمه عايز اضرب مثال يا كابتن او اتكلم في نقطه في ناس كثيره بتغفلها او بتحاول ان هي ما تتكلمش فيها. ماتش الاهلي والزمالك اللي الاهلي اتغلبوا 2-1 في الدور الاول كان من المفترض متحدد له في جدول المسابقه انه يتلعب في اخر شهر 10 او شهر 11 ده الميعاد الاول اللي هو كان متحدد له كان المفروض يتلعب. مره واحده فوجئنا ان المباراه دي يا كابتن اسلام بتتاجل لما بعد يناير ما تحددش ميعاد، ده قال لك لما بعد يناير. الاهلي يعني الزمالك وقتها كان عنده مشكله في القيد واترفعت، الزمالك ابتدى يعمل صفقات ودعم صفوفه ببعض اللعيبه
اللي شاركوا مع الزمالك في المباراه دي. الاهلي خد اللقاء او لعب الماتش ده منقوص مثلا من حسين الشحات ومروان عطيه ومحمد الشناوي وكان وسام ابو علي، وكان لعيبه تقيله او لعيبه كل لعيب فيهم يعتبر بفرقه. هل الاهلي اعترض او عمل بلبله او يمكن او اتكلم او قال طلع يقول اصل انا حقي؟ لانه نتعامل مع الموضوع ان ايه نفس الموقف حاجه ما تخصش النادي الاهلي. لا انا قصدي ان المباراه انت كتكافؤ فرص لو لعبتها قبل انتقالات يناير انت فرصك اقوى. بعد يناير الزمالك دعم وجاب صفقات، لو تفتكر بعد رفع القيد الزمالك جاب صفقات ودخل له لعيبه اشتغلت معه وكانت موجوده في مباراه الاهلي في بطوله الدوري اللي فاز بها الزمالك. هنا الفرق، انت بتلعب رياضه او كوره لمجرد انت امور تنافسيه، ما اثرتش مشكله وما عملتش قلت بس خلي بالك برضو يا ابو علي ده ما هو ده اللي مخلي النادي الاهلي دايما بيفوز. يعني انت بعيدا عن الكوره برضو عشان ما يقولكش انت بتتكلم على ايه، لكن في كل القطاعات، لكن ده في كل القطاعات مظبوط دايما المنافسه. يعني انا لما كنت بكلم اي حد من اعضاء مجلس الاداره وببارك له على هذا الموسم الرائع وكذا، السنه اللي فاتت مثلا انت واخد كل حاجه تقريبا مظبوط، فانت لما تيجي في كل العاب الصالات حتى ما شاء الله، فلما كنت بتقول كده كانوا بيقول لك بس احنا خسرنا بطولتين. اه ما بيتعاملش على اللي كسبه. نعم ما بيتعاملش على اللي فاز بيه، بيتعامل على البطوله التي لم تاتي. يعني بالظبط كده. فهو النادي الاهلي دايما بيبص لنفسه، ما هو لو كل واحد ينظر لنفسه من كل انديه العالم، يعني لو كل واحد لو كل نادي نظر لنفسه ونظر للاخطاء اللي عنده وشاف اللي بيحصل هيجود وهيحسن ويحسن ويجود من نفسه، وبالتالي هيقدر ينافس النادي الاهلي. ولكن هو النادي الاهلي ملوش علاقه، واعمل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه وعيش وقول وكذا وكذا وكذا. ولكن انا وده اللي حصل يومين ثلاثه اللي فاتوا ان فرقتي مركزه زي ما انت بتقول، وصلوا الاوتيل وبعد ما جالهم القرار الرسمي تغير الامر. أنا يا كابتن إسلام أنا عندي كلام كتير في الملف ده، بس يعني إحنا هنلتزم أو يعني هنخلينا ماشيين بنفس الكلام اللي كابتن إسلام بيقوله، إن إحنا بنتكلم فيما يخص النادي الأهلي. لكن أنا لو هطرح سؤال واحد بس، أنا عندي مثلا تجربة أو مثال. اتفضل. نادي أو منظومة أو أي نادي مثلا عنده مشكلة مع كرة القدم وبيتهم ما يحدث فيها بوجود مشاكل أو زي ما وصفوه بفساد أو مش عارف الكلام اللي بيتقال كتير. طب بالنسبه مثلا لكره اليد، بالنسبه لكره السله، بالنسبه لكره الطايره، بالنسبه لمش عارف ايه، فيعني هل كل الحاجات دي برضو فيها مشاكل وفيها تحكيم وفيها فساد ومش عارف ايه؟ يعني الكلام برضو يعني بس خلي بالك الناس كلها دايما الاهلاويه والزملكاويه والاسماعيلاويه والبورسعيديه والكذا والكذا والاسكندرانيه كلهم دايما مهتمين اكتر بالكوره هي الكريمه. يعني انا قصدي حضرتك ما فهمتش قصدك يا كابتن. لا انا فاهم طبعا انت بتقول لكن انا عايز اوديك للي انا عايز اوديك للي بعيدا عن الامور دي كلها، لانه خلي بالك قصه نجاح النادي الاهلي تتمثل في كلمتين انت قلتهم انت مش واخد بالك. لا واخد بالك. واخد بالك ماشي. قصه نجاح النادي الاهلي من 1907 وحتى الان انا باصص لنفسي، ماليش علاقه باي حاجه بتحصل. اعمل اللي انت عايزه وقول واعمل وبتاع. عندي المستشار القانوني لو حاجه قانونيه، عندي المستشار القانوني هو المختص. وكابتن خطيب في القانون افضل ولا المستشار محمد عثمان؟ المستشار محمد عثمان. طيب في الناحيه الاعلاميه هيروح للاستاذ جمال جبر كابتن خطيب ولا الاستاذ جمال جبر؟ الاستاذ جمال جبر. وبالتالي انت هتروح تقول له هو سياسات بيتم وضعها من مجلس اداره، وبالتالي كل واحد في ادارته بينفذ اللي مطلوب منه اللي هو التخصص كده. التخصص وده كمان مش عناوين مكتوبه بس على جدران، ده مؤسس عليه النادي يا جماعه، وده اللي ما حدش عايز يصدقه، وده اللي الناس بتزعل لما نيجي نقر ان هذا ما يحدث في النادي. يقول لك يا عم انت هتقول لنا ليه يا عم؟ والخطيب يا عم الخطيب مش هيتكلم الا في اجتماع المجلس، مش هيفتحوا الا الملفات اللي قدامهم، كل حد عنده اي ما يكون من اعمال كانت مسنده اليه على رأي كابتن إسلام، مش بس الكورة، في حتى في ما هو إنشائي، في ما هو أي شيء بتتلمى علشان لها مواعيد ولا سيستم، بياخد الكلام كله ثم يعرض علشان ده محتاج موافقة وده محتاج إعادة صياغة وده محتاج يروح لمدير النشاط الرياضي وده محتاج يروح للمدير التنفيذي للنادي. حتى دكتور سعد لا يتدخل مع المدراء إلا بمهمته الإشرافية كمدير تنفيذي وتوزيع الملفات على مديرين الفروع. صحيح. ما حدش ليه عاوز يقتنع ان الاهلي هو ده، يعني ما هياش ده، بالعكس ده انت المفروض لو عايز تطاول الاخرين هتقول لهم لا ده الاهلي ده كل حد في النادي ده جامد قوي خالص. صحيح. وبمناسبه برضه احنا بنتكلم في هذا الامر، شركه تذكرتي بتعلن بيان هام
بناء على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراته امام النادي الاهلي اليوم. مع النادي الاهلي بشان التذاكر. نعم هينسقوا مع النادي الاهلي بشان التذاكر امام النادي الاهلي اليوم الثلاثاء. نحيطكم علما بانه جاري التنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي بشان تذاكر المباراه. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي في هذه الحلقه هو ده الفرق. كابتن خطيب اول حاجه اتعملت ايه؟ تطمين الناس ان الثلاث نقاط موجودين بكره ان شاء الله، لانه كان في بلبله في هذا الامر. فالجواب الرسمي اللي جالك من رابطه الانديه وهي الجهه المختصه بهذا الامر قالت لك ان انت كسبت 2-0 وبالتالي خدت ثلاث نقاط. ادي اول حاجه اتعملت. تاني حاجه اتعملت ايه؟ شوفوا الجمهور هيعمل ايه. كلف الكابتن محمود الخطيب لجنه المباريات شوفوا الجماهير اللي حصلت او اللي اشترت تذاكر المباريات اللي حصلت. موقف التذاكر والفلوس دي هتعملوا فيها ايه؟ لازم نقف مع جمهورنا لان الجمهور ده هو المحرك الاساسي. والكلام اللي كان موجود في البيان الخاص بالنادي الاهلي، وبالتالي شركه تذكرتي بتعلن هذا البيان وانه جاري التنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي بشان تذاكر مباراه. في الجزئيه دي وهي مرتبطه بالجماهير هتلاقي فورا بعد هذا التنسيق سيخرج من النادي الاهلي بيان يعلن للجمهور 1 2 3 بالنسبه للتيكت اللي معاك. الموضوع واضح لانه فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن، وكلنا دايما بناكد للجمهور العظيم ده ان النادي الاهلي يا جماعه هو ده. سيبك من ان بقت يعني بتتحط عناوين، بص في ورقتك، فعلا الاهلي لا ينظر الا في ورقته وفقط وملفاته وفقط، عشان كده مش شاغل نفسه بالاخر نهائيا يا جماعه نهائيا. وهو ده دايما اللي احنا دايما بنتكلم فيه في اطار فلسفه النادي الاهلي في تكوين مؤسسه النادي الاهلي من خلال رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره واعضاء جمعيه عموميه اللي موجودين في النادي واعضاء الجمعيه العموميه او الجمعيه العامه الكبيره اللي هم جمهور النادي الاهلي طبعا اللي موجودين ب 70 80 90 مليون اهلاوي زي ما عايز تقول. بتزعل مش عارف لما بقول 80 90 يزعل يزعل، مع ان ال 80 90 دول انا بقولهم والله يعني انت قلقان انه لا اللي يزعل يزعل اللي يزعل يزعل. لا انا بقول مجامله، انا شايف ان العالم كله اهلاوي يعني. لا مش العالم كله، لا انا وجهه نظري يعني حد عايز يزعل ما يزعل. حكايه يلعب او لا يلعب الزمالك، في نجوم زملكاويه كتير قوي في برامج متلفزه طلعوا واقروا باللي حضرتك بتقوله. صحيح ما قالوش عددك، قال لك احنا عارفين ان الاهلي الاكثر تعدديه، ومنهم من قال كلنا كنا في المدارس والجامعات وبنلعب في الشارع وعارفين مين اهلاوي ومين زملكاوي. ده جمهور النادي الاهلي في استفتاءات كانت بتعملها رابطه الانديه اكتساح توقف. ما خلاص، ما الموضوع مش جاب مش جاب همه. يعني انا بعمل استفتاء اكتساح ده سميه، ساعات ما بقاش فيه لعيبه اهلي. طيب بس هي كبرت في دماغ الجمهور ان هو يختار لعيب فلاني مثلا. ده بيبين لك الفرق، مش طيب. ده مثال بسيط بس. طيب استاذ عصام، انباء عن انه من الممكن ان يكون هناك تغيرا في رئاسه لجنه الحكام خلال الفتره القادمه او بعد نهايه عقد بريرا يوم 30 اغسطس، ان هو لن يتم التجديد معاه. كلام رايك في هذا الامر؟ الكلام ده مهم لكنها ليست انباء ومعلومات، يعني على يعني على ضعف اصحاب القرار في مساله قياده الكوره يعني في اعلى نقاطها. لكن في الاخر ما هو الراجل لازم يمشي اخر السنه، ملهاش حل. لا يعني ممكن تجدد له؟ لا مش هيجدده. لا اظن. طيب مين اللي هيجي او معلوماتك في هذا الامر؟ الكلام دلوقتي بيدور حول اتجاهين بس، هي اللي هيخليهم مش اتجاهين ولا حاجه، انه اصلا بعد الدوره الاولمبيه اقصى ما يحلم به اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره انهم يقدروا يمدوا لنفسهم شهر ونص اكتر من المده الاصليه، يعني تقدر تقول انه هيبقوا معانا لغايه اكتوبر او نوفمبر. بالظبط. وبالتالي هم مش هيقدروا يفرضوا اجنبي تاني، لكن هتكون بقى الحكايه ايه في التجهيز لمن يستطيع ان هو يكون ليه ما يسمى مجموعته، مش هقول رجالته، مجموعته، سواء الكابتن جمال غندور او يعني طبعا من على بعد عصام عبد الفتاح وكل الكباتن يعني الاعلام لا تعرف. اعتقد كمان هيخش في المساله سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف، هيحصل نوع من انواع التجييش نحو اختيار رئيس له مجموعه. ازاي بقى ده هيبان مع انتهاء فتره الراجل من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه مع بوادر من سيدفع نفسه لانتخابات اتحاد الكره نفس يعني مجلس اداره الاتحاد قبل تكوين مين اللي هيكون موجود في الفتره القادمه. طيب من وجهه نظرك
شايف عايز تقول حاجه؟ معاك حاجه عايز تقولها؟ لا، هو في جواب يمكن بتهيألي رابطه الانديه بعتته للناس زمان، بس عايز اتاكد منه يعني، كان جالي ان الرابطه اختارت الزمالك رسميا بعض القرارات، منها توقيع غرامه ماليه اللي بيحددها مجلس اداره الرابطه، اعتبار ان ناديكم مهزوم في المباراه 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراه اللي يعتبر فيها ناديكم مهزوما، واعاده ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقه، معاقبه كل من له صله بقرار انسحاب. ده يعني كخطاب جالي، بس عايز اتاكد من مصداقيته، هل هو نسخه يعني اصليه؟ يعني ده كان المفروض من رابطه الانديه لمجلس اداره الزمالك. بخصوص بريرا بقى، انا شايف ان بريرا يعني من اول 3 شهور المفروض يمشي. يعني تخيل ان بريرا كابتن اسلام كان ماسك الاتحاد كره القدم او لجنه الحكام في اليونان. كان عنده مشاكل هناك. بريرا؟ لا مش بريرا. اسف، كان لا كان بريرا كان ماسك لا لا بريرا كان ماسك في اليونان. مشي جه مصر. راحوا واخدين كلاتنبرج اللي كان عندنا وادوه اليونان. سواء كلاتنبرج كان مستشار رابطه الانديه المحترفه في اليونان. لا انا بتكلم على الحكام. فالراجل كان كل مشاكله هناك ان هو بيجيب حكام اجانب كتير قوي. وما كانش معتمد الحكام اليونانيين، كان داخل دايما معاهم في مشاكل وداخل معاهم في جدال هناك وبتاع. فالراجل جه هنا خد مساحه كبيره قوي، خد كل اللي هو عايزه، لكن لا في تحكيم تم تطويره ولا في حكام جديده. عندنا مشكله كبيره. استاذ احمد دياب امبارح في لقائه مع الكابتن سيف سيف زاهر اتكلم عن ان هناك 15 نادي عندهم مشكله مع التحكيم. بالظبط. لا ده الراجل ما عملش اي تطوير، وكل ماتش فيه خطا تحكيمي او خطأين. وشفنا الاهلي فقد نقاط كتيره جدا في ماتشات بسبب الاخطاء التحكيميه، شفنا انديه كتيره متضرره من الاخطاء التحكيميه، شفنا حكام نفسها بتشتكي من اداره الراجل او طريقه تعامله. شفنا حكام حكامين رايحين في نفس الماتش. شفنا حكام بتروح ماتش وبيرجعوهم من الطريق ويقولوا معلش قال لك البوله بيعملها. قلت لحضرتك انا معاك، مش عارف ابو علي اللي كان معانا. لما بيحط على اللابتوب بتاعه يعمل البوله، يخلي العقل الالكتروني يعني هو اللي يختار. الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش ممكن يعني. فلا انا شايف ان الراجل ده ضعيف جدا وما طورش اي حاجه في التحكيم المصري. ومن ضمن القرارات الكتيره جدا الخطا اللي خدها اتحاد الكره تعيين الراجل ده في رئاسه لجنه الحكام في الكره المصريه. عايز بس معاك كابتن اسلام في مكاسب بقى الاهلي من اللي حصل. يعني الاهلي الناس شايفه ان الموضوع انت كسبت الماتش وخدت 3 بونت، ده من ضمن المكاسب، لكن انت عندك مكاسب كتيره جدا حققتها بفوزك بالمباراه بدون حتى ما تلعب. منها زياده الاطمئنان على لعيب مهم جدا عندك زي وسام ابو علي. منها فتره الراحه بتزيد للعيبه، اللعيبه بتاخد نفسها بعد ضغطة الماتشات. كنا مشفقين عليهم انه هيلعبوا عدد ماتشات كبير جدا في 28 يوم او 29 يوم. منها ان انت بتكسب ماتش يعني من الماتشات اللي كنت يعني عامل لها حساب، نادي الزمالك نادي كبير. طبعا. وماتش قمه وديربي بقى ليه حسابات خاصه، فبتكسب مباراه زي كده. فمكاسب كتيره كابتن اسلام انت حققتها بالقرارات اللي طلعت، او فوز النادي الاهلي يعتبر او احتسابه فائزا بمباراه الزمالك بالامس او بالغد 2-0. ده اللي قال ليه وضع يعني تغييب الزمالك لنفسه او انسحابه، وبالتالي بقى فيه الحاجات اللي انت قلتها ابو علي. لكن المؤكد ان النادي الاهلي كان زي ما انا وحضرتك كابتن اسلام طبعا رسميا من قناه الاهلي اكد ان الفريق يعمل على مدار الساعه في المعسكر، الفريق جاهز عايز يلعب عايز يفرح جمهوره كالعاده يعني. لكن في النهايه فعلا سبحان الله وكانها جاءت يعني، لان اللعيبه فعلا اكتر لعيبه في القاره كلها مالهاش نروح في العالم انهكت هي. صحيح. نجوم النادي الاهلي بالاضافه لغيابات دي من المكاسب طبعا اصابات او كذا، فانت الناس بتاخد نفسها. يبدو ان ده كمان من حسن الطالع انه يعني بتاخد على قد نواياك يعني. في حاجه بس يا كابتن لازم نطمن الناس ليها، انه البيان في حين تصديره كاتب الاعتذار الزمالك والاعتذار وحاجه تاني لظروف قهريه الجمهور، واحنا جايين نقابل حضرتك جمهور الان لا تكون دي تكئه تؤخذ في الاعتبار. لازم نطمنهم، واكيد حضرتك معايا طبعا، انه الاداره في النادي الاهلي يا جماعه ما ينفعش يعني يكون معاها حاجات من النوع ده. الاداره في النادي الاهلي لدي الان المخاطبه الرسميه اللي فيها لقد فزت كذا كذا بهدفين وثلاث نقاط وكذا. قد يكون بقى البعض بيرى انه كان لازم تبقى مش موقعه بالمدير الاداري للرابطه، موقعه من المجلس. ما تخافش الاهلي بس تتفحص الورقه التي وصلته، لكن البدايه بتاعتها كانت انه مكتوب فيها الفوز وكذا، وبالتالي اعتقد ان انت اطمئن دي ما تعديش ابدا في النادي الاهلي، لان ده يعني عايز اقول لحضرتك كابتن
يعني عشرات ربما مئات يعني ما بين رسائل وما بين واحنا مارين كده لغايه ما وصلنا المدينه، والكل بيقول يا جماعه هو ليه مكتوب كده مش مكتوب، يعني مصطلح انسحاب رسمي نظمي فهمي كده. وبالتالي تاني وتالت، وحضرتك قبل الكل اكيد بتطمن جمهور النادي الاهلي ان الاداره جاهزه دايما لكل حقوق النادي الاهلي يا جماعه، ما تقلقوش خالص خالص خالص. يعني ده الجواب اللي كان بيتكلم عليه، واحنا يعني طيب انا برضو هبعت الجواب اللي، لانه انا جالي الجواب اللي جالك برضو يا ابو علي فيما الناس كلها بتاكد لي تقول لي رسمي ان هو جواب رسمي من رابطه الانديه انا هبعته لكم يا شباب برضو، حطوه لنا على الشاشه علشان هو منطقي انه يطلع، لانه ده اللي كانوا قالوه الرابطه برضو قبل ما نلتقي حضرتك وجمهور النادي الاهلي، انه الرابطه بصدد اختار بقى الزمالك بالعقوبات زي ما اختارت النادي الاهلي بحقه يعني بالفوز والثلاث نقاط. وكده خلصت بقى يعني الناس ما تقلقش. ايوه بالظبط، انا من حته الالفاظ والتلاعب من ولكن انا برضو ما هو انا النادي الاهلي استحاله هيكون ينزل بيان طبعا الا لو جاله جواب رسمي، والنادي الاهلي طلع البيان واعتبار النادي الاهلي فائزه 2-0 دي حسمت، بس هي دي محتاجه حاجه اخر سطر، دي المركز الاعلامي مشكورا نشره على ايوه، ما هي دي محتاجه حاجه، هو دي محتاجه ان انا مكتوب كده النادي اعتبار ناديكم فائزه 2-0 مظبوط، يعني دي مش محتاجه يعني كلام، ولكن لتاكيد الناس كانت عايزه تطمن. وفي غلطه بس دمها خفيف في صياغه اللغه العربيه اللي هو الاعتذار عن اللعب، هو ففي ناس بدقال ده يقول لك كان لازم تتكتب الاعتذار عن عدم اللعب، لانه الاعتذار عن اللعب تبدو في التفسير زي ما احنا بنقول في الصحافه، وانت برضه كنت معانا في المنيه دي فيها تصحيح في فكره ايه، انا بعتذر اني لعبت بس كنت وحش مش ما لعبتش، هي لغويا عن عدم، تمشي كده تحتمل الاثنين عن عدم يعني. عشان تبقى صح في اللغه والواحد ياخد 10 من 10 عن عدم اللعب، لكن انا ما اعتذرش عن زياره، عن عدم زياره الكابتن اسلام مش عن زياره الكابتن اسلام، ولكن في 110 مليون شهود هذا هو الحب. لا كمان هذا هو الحب يا كابتن، هذا هو الحب صحيح. طيب لغايه برضو عشان يعني برضو الجواب ده هو جواب خاص برابطة الأندية اللي كان يتكلم فيه الأستاذ محمد أبو علي فيما يخص خطاب مبعوث لنادي الزمالك ده اللي هو بيحمل قرارات، خطاب رسمي موجه من نادي أو من رابطة الأندية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية عناية السيد المدير التنفيذي تحية طيبة وبعد، يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإدارة وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات، آملين لكم كل التوفيق، إيماء إلى كتابكم الوارد إلينا برقم 1707 بتاريخ 24/6/2024 بشأن الإعلان عن عدم لعب مباراتكم مع النادي الأهلي والتي كان مقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25/6 على استاد القاهرة الساعة 7 مساء، نحيط سيادتكم بأن قرار ناديكم يعتبر حالة من حالات الانسحاب المذكورة في المادة 50 من لائحة رابطة الأندية والخاصة بحالات الانسحاب، وبناء على ذلك قررت إدارة المسابقات تطبيق المادة 51 الخاصة بالجزاءات المترتبة على حالة الانسحاب في هذه المباراة كالآتي: رقم 1 توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة، اعتبار ناديكم مهزوم في المباراة 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. رقم 4 معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، رجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام عقيد محمد فهمي مدير إداري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. وبكده يعني تم تقفيل الملف. نعم تقفيل الملف كده، الملف مقفول فيما يخص او زياده اطمئنان انا يعني جماهير النادي الاهلي. طبعا انا واتوقع ان النادي الاهلي يبقى ليه دور في الخطاب ده، لان الخطاب الاولاني ما كانش ينفع يتعدل بقى، خلاص اتبعت وخلاص، فاتوقع النادي الاهلي كان عايز حاجه تطمنه اكتر، فالخطاب ده بتطبيق الماده 51، لان المواد المذكوره تحت دي هي نص مكتوب فيها الخاصه بالانديه التي تنسحب، يعني واضحه بقى المره دي بالظبط، وقال ان حتى معاقبه كل من له صله
بالقرار القرار ده. وبالتالي اعتقد كده ان الملف هذا الملف تم يعني اغلاقه بالنسبه لكل ما يحدث في هذا الامر. نبتدي نقفل احنا كمان هذا الامر. طبعا، لانه اي رؤى جديده خاصه بقى ما شاء الله بالنادي ولجانه، يعني هو النادي الاهلي ملوش ليس له علاقه، وبرضه لا ما هو بس الجزء الخاص بقى بالنادي والفريق وازاي وترتيبات المباريات المقبله. المباراه القادمه مباراه مهمه امام نادي فاركو. فاركو خلال الفتره الاخيره بيعمل مباراه جيده ولكن النتائج ليست جيده، الا مثلا باستثناء النهارده عمل مباراه جيده وقدر ان هو يفوز على نادي الاتحاد وحمل المشاكل في نادي الاتحاد. مظبوط. فاركو واحد من الفرق اللي وضعها في جدول الدوري مخليها برضو حريصه على كل نقطه. المباراه اللي لعبناها لسه من اقل ما كملناش يمكن 10 ايام قدام فاركو كسبنا 2-1 بصعوبه، ماتش كان صعب. فرقه فاركو عندها لعيبه بالذات في وسط الملعب والهجوم مميزين جدا، عندهم لعيبه تقدر تعمل مشاكل لدفاعات النادي الاهلي، فلازم النادي الاهلي يتعامل مع مباراه بمنتهى الحسم ومنتهى القوه ويحاول يسهلها على نفسه من بدري، وناخد مباراه الداخليه درس. كان في ايدينا في ماتش الداخليه ان احنا نزود هدف واثنين وثلاثه، لكن المباراه اتصعبت علينا وتعادلوا معانا بضرب الجزاء واستنينا النهارده بالمناسبه زد يعني النهارده بقى الاسبوع يعني فيه يعتبروا مفاجاتين، الاسبوع فيه مفاجات يعني باين، فلازم نتعامل على مباراه بمنتهى الجديه. الماتشات اللي جايه كلها كابتن اسلام كوس، انا صحيح. راجل عندي ماتشات لازم اكسبها عشان ارجع تاني المكان الطبيعي في جدول المسابقه. اتفضل. فلازم ارجع عشان ابقى موجود في صدار جدول المسابقه واحافظ على اللقب بتاعي اللي انا فايز بيه، خاصه ان المنافس اللي قدامي بيكسب ماتشاته كلها. برافو عليك. هو ده يا استاذ عصام اللي بيحط عليك الضغط. أيوة. الناس متخيله ان انا لما يتاجل لي ماتشات ان انا ابقى مبسوط. لا طبعا، لا ميزه. انا دلوقتي في ظل كل، بعيدا عن ماتش الزمالك وان انت خدت الثلاث نقاط وان انت خدت وكذا وكذا، بعيدا عن هذه المباراه، المباريات القادمه زي ما انت قلت هي مباريات كؤوس طبعا، ما ينفعش تخسر فيها ماتش لان انت بيتحط عليك لود. ايوه بيتحط عليك لود، واحنا كلنا فاكرين، الناس فاكره ان الموضوع اصله ايه، كلنا فاكرين في واحده من يعني الحاجات اللطيفه انه يعني حتى كان هو كابتن حسين لبيب بذات نفسه كان في لجنه وقال انه مشكورين الناس في الاتحاد، لما سالت المدير الفني بتاعنا قال لا خلونا احنا نلعب اكتر فنكسب اكتر فالاهلي يضغط اكتر. بالظبط، يعني هي رؤيه فنيه هي زي ما حضرتك بتقول. بالظبط، وبالتالي لا عمرها ما تكون ابدا يعني شيء يعني يساعدك او يدي لك ادفانتج، يعني مش صحيح. صحيح، على العكس تجعلك تلعب مباريات كؤوس زي ما ابو علي قال في تفسيره ده، وده بقى الضغط اللي احنا بنعمل باذن الله تعالى ان فرقتنا قدوا كالعاده يعني باذن الله تعالى، وان الاهلي بقى في الاقصائيات يا ولد ما بيهموش ايه اي حد، وبالتالي نسميها لهم كاس ابو علي عشان في الاقصائي الاهلي كل الناس عارفه انه في الاقصائي ما بيستناش حد. يعني دي رساله مهمه للعيبه يا كابتن، جمهور النادي الاهلي مش هيفتكر احنا خدنا دوري ابطال افريقيا، لا خلاص، ومش هيفتكر ان احنا خدنا ثالث عالم، ومش هيفتكر ان انا خدت سوبر او كاس من الزمالك. جمهور الاهلي دلوقتي تركيزه كله نسي كل ده خلاص اتحط على جنب. جمهور الاهلي تركيزه كله دلوقتي منصب على بطوله الدوري العام. الجماهير مش هتسمع او يعني هتبقى ما عندهاش غير ان الفريق يكسب بطوله الدوري وتركيزها كله. فدي رساله للعيبه، الجمهور مستني منكم بطوله الدوري، الفوز بكل الماتشات اللي جايه، ما يهمنيش الاداء قوي على قد ما يهمني ان انا اكسب واخد الثلاث نقاط. التاريخ مش هيقول ان انا في ماتش الفلاني كنت بلعب باداء مزاد. بالظبط، انا الثلاث نقاط واكسب، وميزه الدوري او اللي بيميز النادي الاهلي في الدوري هي الاستمراريه. صحيح، وجود عناصر في يعني في كل مركز مستواها مقارب لبعض، وده اللي بيدي النادي الاهلي دايما الاستمراريه في بطوله الدوري. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل في الفتره الجايه بنفس سلسله الانتصارات اللي مكملين فيها بالفوز على الاتحاد وفاركو والداخليه بعد انتهاء بطوله دوري ابطال افريقيا، والفوز طبعا كمان على في مباراه الزمالك. فان شاء الله يبقى مباراه فاركو وبعديها كده الماتشات اللي جايه بقى سواء داخليه او جيش، الماتشات اللي عندنا نكمل بنفس السيستم عشان نروح للمنافس بتاعنا، عندنا ماتشين معاه. وبالمناسبه وبيراميدز عامل ماتشات جيده يعني، بعيدا عن الاخطاء التحكيميه والكلام ده، ولكن يعني في ماتشات كتيره يعني كابتن، ماتش سيراميكا وماتش فيوتشر اربع ماتشات كتيره لو وقفنا عندها ما يكسبش، مش هنقول ان هو يخسر، لا ما يكسبش. ما فيهمش يا كابتن، ما فيهمش. وهنا دي النقطه اللي بنتكلم فيها يا استاذ عصام، الفرق ان النادي الاهلي مركز مع نفسه وشايف. أيوة. لا يشكو ولا يمل الا من المران ثم المران ثم خذ المباريات. حتى جماهير النادي الاهلي بتقول انا مش هاممني مين يكسب مين ما يكسبش، انا اكسب ماتشاتي كلها اخذ الدوري. صحيح،
بيبقى فيهم المنافس. انا عندي ماتشين مع المنافس. ايوه الست نقط دول يهمونا جدا. لو انا كملت بنفس الماتشات بتاعتي وكسبت وخدت 4 نقاط انا برضو بطل الدوري باذن الله. ان شاء الله. فان شاء الله ناخد الستة بونت باذن الله، واحنا الاقوى واحنا اللي عندنا الخبرات وعندنا الشخصيه في الملعب وعندنا لعيبه لعبت في ماتشات مهمه جدا قدام فرق كبيره جدا. فاللي يقدر يعمل ده في كاس العالم للانديه واللي يقدر يعمل ده في السوبر والكاس ودوري ابطال افريقيا يقدر يكسب اي فريق في الدوري المصري بسهوله باذن الله. انت قلت حاجه مهمه صحيح. جدا، هي رساله من جمهور النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي كعادتهم دائما مؤمنين بناديهم، وطبعا اللعيبه هي كمان عارفه ازاي جمهورها هيكون سعيد مع تواصل باذن الله تعالى الفوز وعدم فقد نقاط، عشان ما حدش تاني يبص ناحيه النادي الاهلي غير في المنافسه الكرويه. مش حابه غير كده، جمهور النادي الاهلي عمره ما بيخرج عن المالوف خالص حتى لو كان مكان من اي حد. وبالتالي الرساله دي كانت مهمه قوي يا ابو علي، ان لعيبه الاهلي عندهم مطلب هام من جمهور النادي الاهلي الا وهو حصد هذه النقاط ليذهب الاهلي انت قلت فين؟ في مكانه الطبيعي. مظبوط. طيب اذا في نهايه هذه الحلقه عايز اقول لحضراتكم انه النهارده ايه اللي حصل؟ النهارده زي ما حضراتكم عارفين كان هناك من المفترض ان يكون هناك مباراه غدا للنادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن بناء على جواب مرسل من رابطه الانديه للاتحاد للاتحاد المصري، ومن بعدها جواب مرسل من الرابطه الى النادي الاهلي، ثم بعدها جواب مرسل من الرابطه الى نادي الزمالك، وبناء على هذه المخاطبات ما بين رابطه الانديه ونادي الناديي الاهلي والزمالك واتحاد كره القدم المصري، تم فوز النادي الاهلي في مباراه غدا او اللي كان من المفترض ان هي تلعب غدا بعد انسحاب نادي الزمالك بناء على جواب رابطه الانديه لنادي الاهلي ثم من بعدها لنادي الزمالك، وبالتالي مباراه بكره اتلغت واستطاع النادي الاهلي ان يفوز او النادي الاهلي فاز ب3 نقاط اضيفت الى رصيده. وزي ما قلت لحضراتكم بكده هذا الموضوع تم غلقه تماما، وهنبتدي بقى من بكره ان شاء الله ننظر الى شيء واحد فقط هو مباراه يوم الجمعه القادم امام نادي فاركو. بشكرك ابو علي على وجودك معانا. انا اللي بشكرك كابتن، وبشكر طبعا وجود يعني ربنا يوفقك استاذنا و... طبعا طبعا ومثلنا الاعلى. ربنا يخليك يا استاذ ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عصام. شكرا يا كابتن الاسلام، ودايما كده من البيت الكبير فعلا كل رسائل الطمانه بضمانه ان انت اهلاوي، فجمهور الاهلي استقر ويعني قر عينا بناديك ان شاء الله كل الاتجاهات رايحه نحو ما تحبه باذن الله تعالى. وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال مبارياته القادمه. 3 نقاط اضيفت الى رصيد النادي الاهلي واصبح رصيده 45 نقطه في ان شاء الله في طريقه الى العوده الى صداره الدوري الممتاز خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده ان شاء الله هنكون مع حضراتكم بكره على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.